سلام الله عليكم مشاهدينا. في الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة لإحياء الذكرى 54 لمظاهرة 17 أكتوبر الأليمة عام 61 على التراب الفرنسي، خرج أحمد يحيى عن نطاق المألوف والعرف الدبلوماسي، حيث كان أمس يطلق النار في جميع الاتجاهات. أغلب من حضر هذا اللقاء في جيرالدا وصفوا يحيى بأنه لم يكن أمينا عاما فقط لحزب الأرندي، بل ناطق رسمي باسم الرئاسة وقيادة الأركان وباسم هذه المرحلة التي دخلتها الجزائر تحديدا. نضع مشاهدنا الكرام تصريحات أحمد يحيى عن المعارضة، الجنرال بن حديد، مدني مزراق، الإعلام والمغاربية خصوصا. كل هذه التصريحات سنضعها في الميزان. الفضل كذلك يرجع للسياسة الوئام والمصالحة الوطنية لجبهة الأخر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بهذه العبارة أكد أحمد يحيى أمس أنه ليس فقط أمينا عاما بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، بل كان أمس ناطقا باسم رئاسة الجمهورية بامتياز خلال أشغال لقاء شباب الحزب وإطاراته في زيرالدا غربي العاصمة. لم يترك يحيى شاردة ولا واردة إلا وتطرق إليها، موجها سهامه كالعادة للمعارضة ولو بلغة أشد هذه المرة. كل واحد يشد سابعه، هكذا قال من وصف نفسه مرارا بصاحب المهمات القذرة لا يمكن الذهاب لمرحلة انتقالية كما تدعو إليه تنسيقية الانتقال الديمقراطي، ومن أراد التغيير فلينتظر الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية المقبلة. ونحن في غنى عما جرى ويجري في بلدان ما سمي الربيع العربي، إذ لا نشاهد إلا الخراب والدمار في اليمن وليبيا وسوريا، تهديد ووعيد. هذا ما حمله خطاب يحيى للجميع، مركزا على ما سماه مخاطر تحدق بالجزائر من الجبهة الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي اعترف بأنها تطال الجزائر الأشهر الأخيرة. صحيح أن الرئيس بوتفليقة مريض، لكن لا للفتنة ولا لسياسة التهويل في البلاد، وإن الجزائر لا تسير نحو العسكرة جراء التغييرات الأخيرة التي طالت جهاز المخابرات، وبخصوص ما وصفت بأنها تصريحات نارية. طالب يحيى الجميع بضبط النفس والتحكم في مواقفهم التي قال إنها تصب في إطار التصعيد ولا شيء غير التصعيد، فلحرية التعبير حدود يجب أن لا يتجاوزها كل الناشطين سياسيا ونقابيا وحقوقيا. آسف للوضعية التي آل إليها مصير صحفي قناة الوطن، لكن أقول إن القرار كان مناسبا. هكذا فتح حديثه عن الإعلام والإعلاميين وفي ذات السياق، وعن موقفه من اعتقال الجنرال بن حديد حول تصريحاته لقناة المغاربية. تجنب يحيى المقارنة بينه وبين أمير ما كان يعرف سابقا بالجيش الإسلامي للإنقاذ، ورفض التعليق على قرارات العدالة، مكتفيا بأن مزراق اعتذر وانتهى الأمر. في المقابل تلقت وجوه عدة في المعارضة وعلى رأسها عبد الله جبلّه بأن البلاد فعلا دخلت مرحلة تكميم الأفواه، واستغربت الغالبية هذه الخرجة الجديدة لأويحيى، والتي قالوا عنها إنها تضاف لمهامه التي عرف بها السنوات الأخيرة، ويرونها تجاوزت حدود الدبلوماسية، خاصة أنها تضمنت تهديدا ووعيدا لأصحاب الرأي الآخر الذين يؤكدون أن الجزائر دخلت نفقا مظلما، وما تزال تتبنى سياسة الهروب للأمام متغاضية عن الشرعية التي يقوم عليها حكم البلاد. وإن مجمل هذه الأفكار التي تدور في فلك السلطة إيذان بأنها ما تزال تؤثر الحل التصعيدي والأمني بعيدا عن الحل السلمي والتصالحي القائم على أن مشاكل الجزائر لا يمكن أن تحلها السلطة لوحدها. فهل يا ترى هذه معالم الدولة المدنية التي بشر بها عمار سعداني؟ وهل بخرجة يحيى الأخيرة يمكن للسلطة أن تخفي رأسها في الرمال ضاربة عرض الحائط نداء التاريخ والوطن والضمير؟ إذن مشاهدينا الكرام، مشدد الترحيب بالجميع مشاهدين وضيوف ومحللين طبعا
الذين التحقوا بنا اللحظة، نحن اليوم بكرنا بالحدث لوضع النقاط على الحروف لتسليط الضوء على هذه التصريحات التي كان قد اطلقها أحمد أويحيى البارحة في ندوة صحفية بزيرالدا. معي ضيوف كرام أبرزهم هشام عبود الكاتب الصحفي الإعلامي الجزائري المقيم في فرنسا. هشام عبود، أول قراءة لك هشام لهذه التصريحات خاصة في الجانب السياسي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة. قراءتي لما جاء به أحمد ويحيى وأنه الرجل يلعب دوره بإتقان، لأنه أحمد ويحيى يعلم الجميع أنه ابن النظام. ويحيى اشتغل مع الشاذلي، مع زروال، مع كافي، مع بوتفليقة، طرد من طرف بوتفليقة وأعيد إلى الساحة، أحيك ضده مؤامرة من طرف بوتفليقة على رأس الأرندي، ثم أعيد من جديد ويقبل دائما العودة ولا يقول ولا كلمة واحدة ضد النظام أو يبرز كمعارض لما يزاح من الحلبة. أحمد ويحيى كذلك كان رجل يشتغل لصالح المخابرات، اشتغل في عهد المرحوم لكح العياط، اشتغل في عهد جنرال بتشين، اشتغل في عهد محمد مدين المدعو توفيق. إذا تشوف الرجل هذا يعني لكل المناسبات توجده، وهذا هو رجل النظام، هذا الذي يعتبر رجل النظام ويدافع عن النظام بوقاحة أحيانا، أحيانا يدافع بوقاحة، وهو الوحيد الذي يملك قدرة كلامية ولغوية تسمح له بمواجهة كل الخصوم، كل خصوم النظام يواجههم بوقاحة. يعني إنسان عنده هذه الجرأة اللي تسمح له باش يواجه بها بعكس العناصر الأخرى اللي فرضها النظام واللي كلها عازة على الكلام وعازة على المواجهة وعازة. ولكن اللي حضروا البارح هذا هشام، الذين حضروا البارح هذه الندوة قالوا أنه أحمد ويحيى ليس هو الشخص الذي عهدناه بدبلوماسيته وبأيديولوجيته، ولكنه كان شخصا آخر، كان يتحدث باسم رئاسة الجمهورية، باسم قيادة الأركان، باسم هذه المرحلة التي دخلتها الجزائر بعد إقالة الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، كأنه الشخص الوحيد في الجزائر البارحة. لا، اللي يقولوا باللي أحمد ويحيى تاع البارح شخص جديد ما يعرفوش. أيوة. أنا أعرف أحمد ويحيى منذ سنة 77 لما كان يشتغل خفية عن المؤسسة العسكرية، لم يحترم قوانين المؤسسة العسكرية التي تمنعه من العمل خارج المؤسسة العسكرية لما يؤدي الخدمة الوطنية، كان يؤدي الخدمة الوطنية ويشتغل في أسبوعية الهدف، وكنت أنا رئيس مكتب العاصمة لهذه الأسبوعية، وكان يتقاضى 500 دينار شهريا، وهذا كان ممنوع عليه، يعني هذا كان خارج القانون، كان لا يحترم القانون، كان يدوس القانون العسكري وقانون الدولة. أنا أعرف جيدا أحمد ويحيى، أحمد ويحيى عنده الوقاحة الكافية لمواجهة كل عناصر، يتكلم باسم مؤسسة الرئاسة وباسم الحزب وباسم المؤسسة العسكرية، كل ما يمثل النظام، هذا هو هذا، يعني إذا بقى في مؤسسة عسكرية ولا بقى في مؤسسة رئاسة جمهورية، ولكن الشيء المعروف أنه أحمد ويحيى يتكلم باسم النظام، إذا لا يعني لا أفاجئ أن أرى يتكلم كما تكلم بالأمس، ودائما في خطبه يتكلم بنفس اللهجة، يتكلم بنفس الوقاحة، يتكلم بنفس الجرأة بين قوسين، هو قادر يواجه الناس، وعنده كما يقولوا عندنا بالعامية عنده وجه صحيح ما يحسنش، هو صاحب المهام القادرة، معروف عليه أنه كل ما تكون فيه مهمة قادرة أسندت إليه ويقوم بها يعني بدون تردد. البعض قالوا هشام، قالوا هشام البارح
هشام البعض قالوا هذا تأكيد لما ذهب إليه وزير العدل الطيب لوح، لأنه الأسابيع الأخيرة الطيب لوح قال إن الجزائر دخلت مرحلة جديدة، وكل من يصرح ضد رئاسة الجمهورية، ضد قيادة الأركان، ضد المرحلة الجديدة فإنه تحت طائلة القانون. هذا ما أكده أحمد ويحيى البارحة، فقالوا إن حرية التعبير لديها حدود يجب أن لا يتجاوزها الجميع، مركزا بالخصوص على تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات. هل هناك عدالة مستقلة في الجزائر؟ هل هناك في الجزائر دولة قانون حتى يتكلم وزير العدالة بين قوسين نديرها بين ظفرين هذه كلمة العدالة في الجزائر؟ العدالة التي أصبحت أداة بين أيدي أشخاص، لأنه الجزائر اليوم عاد أشخاص يسيروها ماشي مؤسسات، ليس مؤسسات تسير البلاد، هناك أشخاص احتكروا السلطة وهم الذين يسيرون البلاد حسب أهوائهم ومزاجهم. خير دليل على ذلك أنه ما حصل للجنرال بن حديد الذي أدلى بتصريحات لراديو أم ولقناة المغاربية يلقى عليه القبض بطريقة هوليوودية، ولم نتطرق لا لقناة مغاربية، لم تغلق قناة مغاربية، ما قدرش يغلقوها وما غلقوش إذاعة أم، ولكن لما مداني مزراج تكلم ويعني وكان كلامه جريء، كان كلامه قاسي على رئيس الجمهورية، هدد رئيس الجمهورية وكما قلوا طيح نقدر رئيس الجمهورية، ولا واحد تكلم معه، مش داروا محقور يا زارتي أغلق قناة الوطن تيفي. علاش كاين عدالة كاين قانون؟ اللي يتكلم عن عدالة القانون يورينا يشرح لنا هذا الشيء اللي يحدث ما بين جنرال بن حديد ومدني مزرعة. هو سؤال الأستاذ هشام، هو سؤال البارحة حتى هذا السؤال نفسه، قيل له أنه أنتم تعتبروا هذا التصريحات هي تجاوزات، طيب أنتم أغلقتم مباشرة قناة الوطن وسرحتم الصحفيين، وهو تأسف قال أنا آسف لهذا القرار الذي كان مناسبا، لكن السؤال الذي لم يجيب عنه لماذا لم يستنطق مدني مزراق حول هذه التصريحات؟ هو قال في الوقت نفسه قال أنه بما أنه اعتذر ما فيش داعي نروح للقدام. لا شوف مدني مزراق رجل النظام عميل تاع النظام، لما كان جنرال اسماعيل رحمه الله يتنقل الى جبال ديجل يعني كان امن، ما كانش خايف، ما كانش يقول مدني مزراق اهبط نتاع عندنا وتتكلم، لانه كان عندهم ثقه في مدني مزراق، مدني مزراق رجل النظام عميل تاع النظام، وبالتالي لما تكلم يعني ممكن خرج شويه على الدور تاعه، ولكن سرعان ما عاد الى دوره واعتذر، ولكن ما كلموش من بن حديد انه يعتذر، لانه بن حديد اولا ما تكلمش في رئيس الجمهوريه، بن حديد تكلم في شقيق رئيس الجمهوريه سعيد. وهنا الخطر يكمن، يعني اليوم مسموح لك انك تتكلم تقدح في شخص رئيس الجمهوريه وان لا تتكلم ولو كلمه في شقيقه، لانه شقيقه اعلى منه. طيب خليك مع أستاذ هشام، الآن أرحب مشاهدينا الكرام بانضمام أستاذ عبد الوكيل ولام الإعلامي والكاتب الصحفي. أستاذ عبد الوكيل، أي قراءة تضعها لهذا التصريحات لأحمد ويحيى البارحة مع التركيز على الجانب الإعلامي، كأنه وهذا ما جاء في تقريرنا أنه لم يترك لا شاردة ولا واردة إلا وتكلم عنها البارحة وحذر مما يسمى حرية التعبير، قال إن حرية التعبير لابد لها من حدود، وتحدث أيضا عن المغاربية، قال إنها مغاربة إلا قناة عدو، هكذا وصفها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخي عثمان. الحقيقة يعني هذا موقف جديد يعني على سي يحيى، اللي كما قال الأستاذ هشام هذا إنسان ما يحشمش، والوصف الوصف العامي الذي يفهمه كل الجزائريون الذي يجب أن يوصف به هذا الرجل، هذا إنسان وجهه صحيح، هذا إنسان ما يحشمش وإنسان لا يستحي من أن يعبر عن عن أفكاره بكل وقاحة وبكل جرعة تغضب الجزائريين ولا تغضبهم، هو لا يهم ذلك، حتى أنه قال من ضمن قال أيضا مش منفوض. بالعودة إلى ما المقصد من هذا الخرجة الإعلامية، طبعا يمكن أن نعمل بعض القراءات، رجل الآن يعتبر الوحيد المتحدث العلني العلني أؤكد العلني باسم الرئاسة، لا أحد لا يتكلم باسم الرئاسة، لا رئيس لا شقيقه، شقيقه ما زال يؤدي دوره من وراء حجاب،
الموظف الوحيد في الرئاسة الآن الذي يخرج باسم حزبه أحياء تارة وباسم الرئاسة تارة أخرى حينما يستغرب عن شخصيته ويعبر هو أحمد يحيى. ما إذا ماذا يسبق قد تكون أيضا خرجة إعلامية. تعرف أنت أخي عثمان أن البلاد تمر مرحلة حرجة، مرحلة الفراغ قادمة، ويقدم نفسه أيضا ممكن المؤسسة العسكرية على أنه رجل قوي، على أنه رجل وحيد الذي يمكن أن يتصدى لهذه المعارضة التي يطالبه بانتقال ديمقراطي لا يؤمن به. وهذا رجل منافق. عبد الرزاق مقري عندما التقاه لم يقل له أنا لا أؤمن بترهاتكم ولا أؤمن بعبثكم، قال أنه أبدى استعدادا ورحب وقال كل شيء قابل للنقاش ويعني وأرضية مظافر قابل للنقاش. الآن يأتي لينسفها ويقول بيننا وبينكم الشعب. متى آمن هذا الإنسان بشيء اسمه الشعب؟ هذا السيد أخي عثمان عندما كان يلتقي في بن عكنون أو أسأل بلديات يصافحهم ويقول لهم أهل بالمير بالتزوير، يفتخر أنه رجل مهمة الكبيرة، أي حل المؤسسات ضمن الغطاب وتزوير المؤسسات والإشراف على حزب التزوير. طبعا بعد بن بعيبش الذي رفض سنة 99 أنه يعطي المباركة وصدق على ترشيح أبو صديقة. هذا الإنسان لا يستحي من أن يتحدث عن التزوير في جلسته الخاصة، ويفتخر بل أن شقيقه وأن عديله السيد صوفي ذات يوم قال أن التزوير قد أنقذ الجزائر. هذا الإنسان لا يستحي عندما يتحدث المغاربية بالعدو ممكن تفت لسان يقول أكثر من هذا عن المغاربية. طيب شيخ عبد الله جاب الله سابق الوكيل يقول أنه فعلا الجزائر دخلت مرحلة سماها هو مرحلة تكميم الأفواه. من يتكلم تصريحا أو تلميحا ضد هذه الخيارات الجديدة معناها أنه سيكون تحت طائرة القانون، وهذا الذي حدث مع بن حديد مع ناشطين حقوقيين ونقابيين وصحفيين وما جرى لقناة الوطن ليس علينا ببعيد. وممكن أيضا ممكن هم في حاجة إلى 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 يعني إلى قليل من الضجيج، هم في حاجة إلى سكت بعض الأصوات المجاهرة، بعض الأصوات الجريئة لتمر على الأقل مشاريعهم بسلام، لكن عبثا يحاول. الآن المسألة تجاوزتهم، تجاوزت غباءهم، تجاوزت عجزهم، التعبير وحرية التعبير والتواصل مع الآخر. هذه مسألة الآن محسومة في الجزائر إلا إذا لجوا إلى أساليب ستالينية قديمة، وهذا مستحيل. طبعا ما الممكن إغلاقه مثل قناة الوطن تحجدوا لها بقضية مزراق، عندما يقول أيضا للعودة إلى عندما يقول أن عندما سئل على مزراق لماذا لم يحاسب لماذا لم يعاقب قال رجل أخطأ واعتذر. حتى قناة الوطن اعتذرت رسميا والاعتذار موجود، لكنه أصر على إغلاقها. أصر هو وأصر جرين وأصر الجيد صلاح وأصر من أصر أصر قد مسألة أنه اعتذر ليس غير كافية. حتى جعفر شلي اعتذر عن الضيف الذين استضافوه وعما صدر منه من انزلاقات، ولكنهم أمعنوا في إغلاقها بأساليب عسكرية قبل استعمال القوة العمومية ومنعوا حتى من يتعاطفوا معها واعتقلوهم وأخذوهم إلى 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 مخافر الشرطة. هذا غير كافي. عندما يصف المعارضة ويصف بعض يقول بعض المعارضة في التعاوت وحركوها أيد صهيونية، يعني في ما هذا؟ أننا قد نقرأ هذا أنه يدغدغ العواطف الفلسطينية وعواطف التعاطف مع القضية الفلسطينية، خاصة في ما يقع الآن وما يجري من انتفاضة ما سمي بانتفاضة السكاكين. طيب خليك معي سيد الوكيل، سأعود إليك بعد لحظات. هشام عبود، وأنت أبرز ضيوف قناة المغاربة تلت هذه السنين، 3 سنوات ونصف ونحن على مقربة لدخول السنة الرابعة. فعلا ربما يحيى كان على حق لما قال أن المغاربية عدو، لكن هي عدو لماذا؟ عدو للتزوير، عدو للاستبداد، عدو للديكتاتورية، عدو لهذه الخيارات الفاسدة، لهذه المرحلة التي قطعتها الجزائر السنين الأخيرة. كيف تراها أنت ولماذا بالضبط ركز على المغاربية في رأيك أنت؟ أولا منذ فترة عبد المالك سلال كان صرح أن المغاربية ما تهمهمش ولا تقلقهم ولا حساب لها، واليوم ويحيى يقول المغاربية عدو لهم. عدو لمن؟ هي عدو الشعب؟ لو كانت عدو للشعب لم تكن لها صدى مثل ما هو عليه الآن. يعني هي اليوم هي القناة رقم واحد يتبرز بها الجزائريين، وهذا
باعتراف النظام لقرى هي عدوة، لأن هذا تأثير على الشعب. عدوة من؟ هل هي عدوة الوطن؟ ما نظنش. مادام خير ابناء الجزائر يمر المغاربية، هل هي عدوة المؤسسات؟ لا أظن، هي عدوة نظام فاسد، نظام فاشل، نظام راح يؤدي الجزائر إلى الانهيار، يؤدي إلى انهيار الدولة الجزائرية. إذن هذا شرف للمغاربية ولكل من يساهم في إنجاح هذه القناة، شرف لها أن تكون عدوة لنظام فاسد، نظام مرفوض من طرف الشعب، وأكد الشعب ذلك أكثر من مرة عندما يقاطع الانتخابات. ولاحظنا سبب الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، الانتخابات هذه ما شارك فيها 40-50%، يعني رغم التزوير. إذن هذا شرف للمغاربية، ولي شخصيا شرف أن نتكلم في المغاربية، لأن القنوات الجزائرية بأجمالها كلها بما فيها الوطن تيفي اللي أغلقت، كلهم يخافوا يجوزون يتكلم. بمعنى هشام، بمعنى يا هشام أن الكلمة الحرة التي تمر عبر قناة المغاربية تزعج منهم في السلطة، وعلى رأسهم أحمد ويحيى. تكلم معنا يسعد ربراب، الجنرال بن حديد، الكثيرون منهم يدورون فلك السلطة، رضا مالك إذا تذكر، عبد العزيز بن الخادم، رؤساء الأحزاب، نقابيون، حقوقيون، ناشطون سياسيون، الجميع باب المغرب مفتوح، لكن مثل ما ترى أن هذا الباب أزعج كثير من السلطات. أنت قلت هذه كلمة حرة تزعج، لأن قناة حرة تزعج. تزعج من؟ تزعج العبيد، تزعج عبيد النظام، تزعج عملاء النظام، تزعج أزلام النظام، لا تزعج الأحرار. الأحرار يتكلمون فيها بحرية وبطلاقة وبدون تردد. ويحيى لا أعتبر أنه يرفض هذا، هو يعرف أنه من أزلام النظام وهو من رموز نظام فاسد وهو يكرس الفساد. إذن المغاربية القناة الحرة طبعا تزعج كل فاسد وكل أزلام نظام الفاسد. طيب خليك معي أستاذ هشام، سأعود لك. عبد الوكيل، أين تضع هذا الأسف في ميزان القيم؟ هذا الأسف الذي أبداه البارة أحمد ويحيى، قال أنا آسف لهذا الوضع الذي آل إليه وضع الصحفيين الذين أغلقت قناتهم الوطن، لكن هذا القرار أراه مناسبا وراجحا بتشميع قناة الوطن. في الوقت نفسه ثلة من الصحفيين اعتصموا في قسنطينة وليس في العاصمة بحجة التضامن مع إخوانهم في قناة الوطن. ماذا حدث بعد ذلك؟ هذه القناة اللي هي تابعة لتحقوت مجرد قرار قاموا بطرد هؤلاء الصحفيين كلهم من ممارسة مناصب عملهم في هذه القناة في قسنطينة. طبعا أخي عثمان، أن نأخذ كلام ويحيى ما أخذ الجد ونبدأ في تحليلي، قد يكون ذلك أيضا غباء منا. يحيى إنسان كذاب، إنسان لا يعبر، ما عبر يوما عما يجول بخاطره. إنسان عما يتحدث عن الأسف، هذا عذر أقبح من ذنب العدس، وأكبر المنتشين من إغلاق هذه القنوات. هو إنسان لم يؤمن يوما بحرية التعبير، لم يؤمن يوما بالتعددية، لم يؤمن يوما بشيء اسمه حرية تعدية القنوات، ولو آمن بها لسعى في فتحه. إنسان لم يناضله إنسان الابن الشرعي والصادق للنظام الجزائري. طبعا هذه القناة عندما يتأسف عن غلقها ويتحدث عن المغاربية قناة عدوة، يمكن أن نعمل محاولة صغيرة، قد تكون أيضا هذه رسالة لقناة الوطن. عندما بدأت تعود على شبكات التواصل الاجتماعي وهنا وهناك في العاصمة، يعني بدأت يعني تمشي بعض الإشاعات على أن مالك قناة الوطن قد يستقر في لندن وقد يستقر في إسطنبول، معنى رسالة له أنك قد تحول إلى عدو. الآن أتأسف وأنا متعاطف معك عندما أغلقت، لكن في حال ما إذا حولتها إلى الخارج فأنت تتحول إلى عدو. وطبعا الرجل يملك تجارة ويملك رقم أعمال كبير في الجزائر، وما زال يمتلك بعض المشاريع لم تنتهي بعد. قد يكون أيضا تهديد لجعفر شلي أن احذر إذا فكرت أن تنقل قناتك وأن تبت من لندن أو من إسطنبول أو مكان آخر. بإمكان أن نعمل هذه القراءة، لأن رجل ابن نظام صادق ولا يتكلم، لا يلقي الكلام هكذا عادة. أخي عثمان، طيب أستاذ هشام، البعض قالوا أستاذ هشام أنه
أحمد يحيى بندوته بخرجاته البارحة كان يضع حجر الأساس لمرحلة ما بعد بوتفليقة، وبالتالي لابد من تعبيد هذا الطريق دون ما أشواك، دون ما عراقيل، دون ما حفر، وبالتالي على السلطة أن تحرص على هذا الطريق أن يكون نظيفا من كل لسان معارض ومن كل كلمة حرة. ما رأيك؟ تعبيد الطريق لما بعد بوتفليقة ليس من مهام يحيى. الوحيد الذي يعرف ما هو بعد ما بعد بوتفليقة هو شقيقه سعيد بوتفليقة. أما يحيى وسعداني وغيرهم هما كما يقولوا عنا مانوفرية، خدام الحزام عند سعيد. إذن ما بعد بوتفليقة لا يعلمه إلا سعيد بوتفليقة والله سبحانه وتعالى، لأنه الشعب نتاعنا إلى حد الآن والنخبة السياسية والطبقة والمجتمع المدني إلى حد الآن راهم مستخسين، ما همش يحضروا ما بعد بوتفليقة، لأنه للأسف كان شخص واحد يحضر لما بعد بوتفليقة حسب ما يواسيه هو، والباقي كلهم مكتوب في الإيدي. وإذا اليوم يوقع لوم أنا لا ألوم سعيد بوتفليقة، أنا لا ألومه، أنا ألوم المسؤولين الجزائريين اللي اليوم راهم قاعدين في ديارهم يتفرجوا على ما يحصل ويشوفوا في الدولة نحو الزوال. ألوم الضباط السامون الجنرالات مع القنقرادات، هذا هو اللي نلومه، أما ما نلومش سعيد بوتفليقة. طيب عبد الوكيل، عبد الوكيل، الآن كأن الكرة الآن صارت رسميا بين يدي المعارضة للرد على هذه التصريحات اللي طالتهم، وهم في الأول اكتفوا ببيانات هكذا محتشمة لما اعتقل بن حديد، لما أغلقت قناة الوطن، لما جوبها هؤلاء المعتصمين، هؤلاء المعتصمون أمام البرلمان بقوة عمومية، لما طرد هؤلاء أيضا من مناصب عملهم في قسنطينة. لكن كيف ترى الآن الموقف، موقف حرج فعلا بالنسبة للمعارضة تحديدا تنسيقية الانتقال الديمقراطي أمام هذه التصريحات التي طالتهم البارحة لأحمد يحيى؟ طبعا لانه اخي عثمان لاول مره يصدر تقريب تصريح رسمي او شبه رسمي من موظف سامي في الرئاسه على ارضيه مظفران. هذه لاول مره الدوله الرئاسه عندما تلقت ارضيه مظفران لم يصدر منها اي رد رسمي. عندما يتحدث احمد يحيى ويتكلم على تنسيقيه الانتقال الديمقراطي بالاسم ويتكلم يعني وينسف ارضيه مظفران ويقول انها تقريب، لم يقل لكنه يعتبرها لا حدث، معنى ذلك وجب الآن على تنسيقية الانتقال الديمقراطي أن تجتمع من جديد وأن تعتبر رد يحيى هو رد النظام وهو رد الرئاسة على أرضيتها ولو متأخر، لتتخذ ما يجب اتخاذ من إجراءات. علمي أنهم اجتمعوا منذ أيام وقرروا نزولات ميدانية وقرروا أن ينزلوا إلى الشارع أن يقوموا بعض ليس معنى هذا مسيرات أو اعتصامات أو كذا، وممكن نزول جواري، ممكن انتصاب الجماهير، ممكن محاضرات، لست أدري، لكن وجب الآن أن يجتمعوا وأن يعتبروا أن الآن الرئاسة قد ردت على رسالتهم وأن أرضيتكم لا حدث مثلها مثل أرضية سانتيجيديو، ليتخذوا وأن يخاطبوا الشعب نحن يعني أن يقيموا حجة على هذا النظام، أن يقوموا أن يقيموا حجة على السعيد وعلى القعيد وعلى الفاعلين على 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 المقهرين في هذا الوطن. قال نحن استمعنا وعارضنا عليهم ما وصل ما وصلت إليه مجهوداتنا مما قد يخرج الجزائر من أزمتها، وهم الآن يرفضون أن يتعاونوا مع المعارضة ويدعون المعارضة إلى صندوق لم يؤمنوا به يوما. لكن من العبث أن واحد كما يحيى يتكلم على 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 على, على, على الانتخابات، كممكن تتحدث نحن عن الكلمة هذه، كممكن تتحدثوا عن الشعب، مستحيل، هذا إنسان كاذب، هذا إنسان عبثي، هذا إنسان irresponsible، لا مسؤولية له، إنسان وضع ذمته وضميره وجهده ونفسه تحت في خدمة النظام منذ أن دخل وطأت قدمه بلاط الرئاسة عندما كان يؤدي الخدمة الوطنية. فيما عدا ذلك هو إنسان لا يؤمن بشيء، وإنسان مفعول به، مفعول به ومنصوب عليه، لا يمكن أن هو سنطاع، ليس مخاطب، ليس هو الفاعل، ليس هو المقرر. أنا أظن صوتي صوت الأستاذ هشام عبود. هذا إنسان سنطاع أكثر، ليس إنسان لا يقرر، هذا إنسان يقول ما يمنع عليه لا أكثر ولا أقل. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الوكيل، أنا أشكرك. عبد الوكيل بلام،
الكاتب الصحفي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. الآن مثلا الكرام مرحب بانضمام سليم صالحي الإعلامي والناشط السياسي. سليم، البارحة كانت التصريحات ويحيى آخر حصة الأسد منها موجهة للسياسيين، موجهة للتنسيقية، تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وكذلك لمجموعات أخرى لناشطين سياسيين آخرين، بأن الجزائر في غنى من هذه المرحلة الانتقالية التي تدعو إليها المعارضة، والجزائر لابد أن تأخذ العبرة مما يحدث في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا، وبالتالي الخيار الوحيد هو الشعب. انتظروا الانتخابات إن أردتم التغيير. ما رأيك؟ يبدو أن فقدنا سليم. ما أعود لك أستاذ هشام، أحول السؤال إليك أستاذ هشام. البارحة حصة الأسد من هذه التصريحات كانت كلها تصب في إطار المعارضة وتسفيه المعارضة وأفكارها ومنهاجها، على أساس أن الجزائر ليست في حاجة لمرحلة انتقالية وهي في غنى عما يجري الآن وما جرى في اليمن وليبيا، بمعنى سياسة التخويف اللي أكد عليها عبد الوكيل بلام أيضا. شوف يعني لابد من قول كلمة حقيقة. المعارضة لها مسؤولية كبيرة فيما يحصل في الجزائر، لأن واش راهي ديال المعارضة الآن؟ المعارضة راهي تعمل بلاغات وستقوم برد فعل حول بعض التصريحات وكفى. هل المعارضة قامت بعمل تجنيد شعب وتوري قوتها أمام هذا النظام وقال يا نظام إذا أنت ما حبيتش باش تنصاف وتسمع لينا احنا قادرين نجندوا لك الشعب هذا ونخرجوا لك للشارع ونقطروه وما تكونش فيها تقصير وما تكونش فيها؟ لا، المعارضه هذه فيها واحد اطلب مقابله رئيس الجمهوريه، لانه هذا خط احمر. ثلاث سنين الرئيس ما يتكلمش ولا كلمه، ولا رئيس حزب واحد طلب علنا رسميا ان يلتقي رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه يلتقي راشد الغنوشي رئيس حزب في تونس، رئيس حزب أجنبي، تلقاه أكثر من 4 مرات، وأحد اللقاءات دام 5 ساعات، ولا رئيس حزب واحد في الجزائر تكلم واعترض ولاحظ وقال كيفاش يستقبل رئيس حزب أجنبي حتى وإن كان من بلد شقيق. سيبولين رويال أيضا. رؤساء الأحزاب الجزائرية، لماذا رؤساء الأحزاب ما يطلبوش بهذا التنسيقية يطلبوا يتلاقوا الرئيس؟ على الأقل يطلبوا عليه يشوفوه، ماشي باش شيء اخر يشوفوه يشربوا معاه قهوه ولا واحد ذره. اذا احزاب المعارضه حتى هي راهي شريكه فيما يحصل اليوم، وراهي فاتحه المجال للناس اللي راهي تكسر في البلاد وتهدد في الدوله، فتحت لها الابواب وهي قالت ديري كومينيكيو اجتماعات في الصالونات، ماشي احزاب المعارضه يا سي. طيب سنستمع ربما لاجابه من سليم، لانضم الينا من جديد سليم صالحي الإعلامي والناشط السياسي. سليم، هنالك تصريحات طالت أيضا هيئة المتابعة والتشاور تنسيقية الانتقال الديمقراطي المعارضة بصفة عامة، على أساس أن هؤلاء يقامرون بمستقبل البلاد باستقرار البلاد، ولنا العبرة فيما يحدث مثل ما ذكرت الآن لهشام قضية ما يجري في اليمن وسوريا وليبيا. الجزائر في غنى عن هذا كله، لسنا في حاجة لمرحلة انتقالية، الفيصل بيننا هو الصندوق، الانتخابات التشريعية والمحلية، انتخابات الرئاسية. شكرا زميل عثمان على الاستضافة، وتحية ليك وكل المشاهدين الكرام، مشاهدين المقالة المغاربية وأيضا ضيوفك الآخرين. أولا تصريحات ويحيى، أنا شخصيا عندي مشكل في الشكل وفي المضمون، لأنه لهجة ويحيى أمس كان يتحدث وكأنه واحد من صانعي القرار يعني، وليس رئيس حزب سياسي. يعني لو كان حديثه حديث رئيس حزب سياسي فمن العيب يعني أن يتهم زملاء له في المعارضة وأن يسفههم ويتفههم وأيضا يطعن فيهم ويعني بالتخمين. لأنه لا تنسى زميل عثمان أنه في المعارضة في الجهة الأخرى هناك من كانوا زملاء له في الحكومة، وزراء خارجية وزراء إعلام، وأيضا المدهش أنه فيهم 2 يعني تسميهم سواء بن بيتور ولا بن فليس كانوا رؤساء حكومات يعني معاه، يعني كانوا في دواليب السلطة ولهم معلومات ربما أكثر من معلومات اللي عند يحيى. فإذا كان يخاطب الناس باسم رئيس حزب فعيب أنه رئيس حزب يروح يطعن في أحزاب معارضة وشخصيات أيضا شرعية، يعني أحزاب شرعية. هذا في الشكل.
أما في المضمون، المضمون الطامة الكبرى في المضمون عندما يتحدث أحمد ويحيى عن الانتخابات التشريعية أو حرية اختيار الشعب، فهناك مشكلة في الفهم. ويعني وهناك ما سميتها أنا اليوم وكتبتها، هناك وقاحة سياسية، وهذا المصطلح يجب أن يوضع في الجزائر. ما تحدث به سعداني قبل أيام وثم ويحيى اليوم هي وقاحة سياسية. لا يمكن أن تكون أنت رئيس حزب مزور وكرئيس حكومة أشرفت على تزوير الانتخابات، ولا يجب أن تكون أنت كحزب الأفلان وأنت تعرف أنه في 97 تمت إزاحة الأفلان بأمر من الإدارة والاستخبارات لتعويضه بالأرندي في انتخابات فضيحة في 97، ثم جاءت الانتخابات التشريعية الأخرى والأخرى والأخرى وكانت كلها مزورة بإشراف الإدارة وبأموال الشعب. إذن من العيب والوقاحة السياسية أن يتحدث أحمد ويحيى عن الانتخابات التشريعية. لا يمكن الطعن في المعارضة بهذه الحجة، لأن هذه الحجة عليكم. لو كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة في الجزائر لعرفتم خيارات الشعب الحقيقية، وأنا أتحداهم وقد تحديتهم من قبل أن ينظموا انتخابات حرة ونزيهة، وسيعرفون الاتجاهات الحقيقة وسيعرفون كيف وبأي طريقة سيرفضهم الشعب. طيب سليم، وقح سياسيا عندما يتحدث، وعند يعني ويحيى كان يتحدث بطريقة استهزائية أنه أنتم تريدون الوصول إلى السلطة عن طريق فترة انتقالية، تعالوا إلى الصندوق. يا رجل أنت تعلم، أنا منش عارف كيف ترقد في الليل، أنا منش عارف كيف تخزر، نقول لك بالجزائري كيف تخزر في المراية في وجهك وأنت تعرف يا يحيى أنه أنت على رأس الأرندي الذي خلقت للتشرق قبل 97، وأنا عارف أين خلق روح شخصي وبتشين، روح شخصي أول 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 أمين عام للأرندي اللي راه هو رئيس حزب الفجر بن بعيبش هو كان أول أمين عام للأرندي. خليه يهدر حتى يقول الأرندي أين طبخ وشكون اللي كان يطبخ فيه لتعويض بعض النقص السياسي وضرب الأفلان في 97. يا رجل يجي يحكي لنا على الانتخابات التشريعية، هنا الصدمة، هنا صدمة الكثير من الجزائريين. أنا أمس كنت ندور في العاصمة لقيت الناس مصدومين من هذه الوقاحة السياسية. يا رجل على الأقل قالوا إذا ابتليتم فاستطيروا. كيفاه يا رجل أنت تعطي لك الدولة وتعطي لك الإدارة بأموال الشعب كل الإمكانيات نتاع الشعب أنك تعمل تجمعات ويعطيوا لكم الكيران والولايات في كل ولايات الجمهورية، ونشفناها في العهد الرابعة يعطيوكم أموال الشعب حتى تكذبوا على الشعب. طيب سليم، حقروا في المعارضة، يا سليم حقروا في القيادة. سليم الآن الجميع ينتظر موقف هيئة المتابعة والتشاور، موقف تنسيقية الانتقال الديمقراطي، طالما أنه أحمد ويحيى وجه سهامه مباشرة لهم، يقول أن هؤلاء بين قوسين أعداء للسلطة، أعداء لخيارات عبد العزيز بوتفليقة، أعداء لاستقرار البلد. أنا هذا هو المنطق. أنني قلت مرة في الاجتماع الأخير لهيئة التشاور وهو كلام مسجل والناس يقدروا يشوفوه في اليوتيوب، أنا كنت قلت كلام واضح، هذه السلطة وهذه المنظومة تعيش في عالمها الخاص وهي لا تعترف بوجود الأزمة ولا تعترف بالآخر. وسلطة يعني منظومة مثل ما تقول ويحيى نقول لك بالجزائري حقارة، هذو ناس حقارة، وهي نفس الحقرة اللي كنا نشوفوها أيام كانت أيام الاستعمار. أنا يعني لازم الناس تفهم باللي كاين منطق وما يحكيوا على المعارضة. يا أخي في 24 فبراير الماضي المغاربية كانت شاهدة على تلك الفضيحة، كيف رؤساء أحزاب من وزن جبلة وزن مقري وجريري سفيان وكان حتى وعلي بالحاج وعلي بن فليس بن بيتور، هذو هما المعارضة يا صاحبي، هذو هما الأوجه اللي قاعد يقدروا خمسوا الشارع يخرجوا به يديروا تجمع وقفة فقط في الأجروت بوس، والشعب كل كان شاهد. خرجوا لنا البوليسية اعتقلوني 6 ساعات في الكافينياك، ما يحشموش هذو ما يحشموش. طيب سليم، يا سليم أحمد. سليم الوقت يداهمني، أريد أن أختم معك المغاربية مرة أخرى. السلطة تتحدث المغاربية وتذكرها بالاسم. أولا كان عبد الملك سلال قال المغاربية لا تخيفني هي حرة، الآن أحمد ويحيى قال إن هذه القناة عدو. أخي شوف أنا رديت على أحمد ويحيى وأنا نقول لك قضية، لأنه هناك من نقل أنه قال القناة عدو، لكن في كثير من الخبر الكي بي سي كان بعث لي أنه ما قالش الجملة هذه، قال قناة العدو. و
كلا المفهومين يفيد نفس الشيء، انه يعتبر انه هذه القاعات او من وراء هذه القناه عدو. وانا قلت له لو كملت الجمله، عدو لمن؟ المغاربي عدو لمن؟ لازم توضع عدو لمن. انا اعرف المغاربي عدو لمن، هي عدو المصورين، عدو من يستعملون التزوير وشهداء الزور، هي عدو الفاشلين، هي عدو من نهب الارض وافسد العباد، هي عدو الفاسدين والمفسدين. وتعرف الجزائر كان الافساد الممنهج. نعم المغاربية عدوة كل هؤلاء. هذه المغاربية تشتغل وهي قناة مغاربية جزائرية من الأصل. أنا نعرفها المغاربية هذه ونحكي عليها on connaissance de cause. وإحنا بعثنا السلطة الجزائرية برسائل، لأنه إحنا ما نش متمردين على السلطة، وما نش ندعو إلى قلب نظام الحكم بالسلاح. لا، نعترفوا بهذه السلطة واعترفنا بها، والدليل أنه بعثت لهم رسالة لما كنت رئيس تحرير، و طلبنا مكتب في الجزائر، وهذا دليل على انه حابين نخدموا بطريقه طبيعيه. يا اخي هم اللي عداونا، وهم مش الشعب، مجموعه صغيره داخل المنظومه ما يتحدث حتى صوت حر. راك تشوف واش عملوا في قناه الوطن، وراك تعرف واش عاملين في كل القنوات في البلاد. ما نعطيكش الترخيص، وما نخليكش نظامي، وما نخليك تخدم بطريقه قانونيه، لازم نخليك هكا كما قالها بعقبه تخدم بطريقه الترابندو. طيب، لاني انا السلطه نحب نسكرك، نحب نقفلك في اي وقت، ونخدم بطريقه غير قانونيه، ونخليك تخدم بطريقه غير قانونيه، وكل شيء غير قانوني وغير دستوري في الجزائر في قطاع الاعلام. ومع ذلك عندنا رئيس سلطه الضبط يتفلسف علينا، وعندنا وزير يعني تعرف ولا واحد فيهم، وانا نضم صوتي الى صوت عبد الوكيل بلام والصديق هشام عبود. هؤلاء ولا واحد عندهم سلطة، لا حميد كرين عنده السلطة ولا حو يحيى. هؤلاء ينفذوا في القرارات. هؤلاء اللي قال عليهم مالك بن نبي أنه النخبة هذيك اللي تحوش تخدم خماسة عند الكولون، عندنا نخبة بعد الاستقلال، نخبة قرأوا بالجامعة الجزائرية وقرأوا في المدارس الجزائرية ولو نخبة، لكن الله غالب. طيب، ما الله غالب، هذه هي بقاو خماسة عند منظومة الفساد هذه. طيب يا سليم، هو يحكي على المغاربية. أنا جسو تري سونسيب، أنا بالذات سليم صالحي جسوي فريمون سونسيبل على أي حديث على المغاربية. وعموما هذا ردي لأني بالهاتف، لكني سأرد بالتفصيل حول قضية المغاربية وفي استديوهات، سواء في المغاربية أو في استديوهات في الجزائر. شكرا، شكرا جزيلا لك سليم، سمح لي فقط لضيق الوقت. سليم صالحي الإعلامي والناشط السياسي كنت معنا من عبر الهاتف من لندن. طبعا الآن نعود إلى أستاذ هشام عبود. كلمة ختامية أستاذ هشام عن هذه المرحلة، مرحلة هذه كأنه فيها كلها ألغام. يعني أولا أشاطر صديقي سليم صالحي حول ما قاله كله وأحييه. الكلمة الأخيرة، وللأسف أننا نسجل اليوم أن الدولة الجزائرية في تاريخ الاندثار، في تاريخ الانهيار، لأنه لا وجود لمؤسسة رئاسة الجمهورية. رئيس الجمهورية غايب، ما يمشيش المكتب تاعه، ما يمشيش لقصر الجمهورية، قصر الجمهورية مغلوق، ما كان حتى واحد لا يخدم فيه. لا وجود لبرلمان، لا وجود لحكومة، عندك وزراء ما عندكش حكومة، لا وجود لمجلس أمة، لا وجود لمؤسسة عسكرية. أنت لما توجعني راجل وهو في نفس الوقت نائب وزير وقائد أركان، يعني هذه عمرها ما تحصل في العالم. هذا أكبر يعني من ناحية السن عسكري في تاريخ العسكر، ها، والوحيد في تاريخ المؤسسة العسكرية، في تاريخ العسكري، أنه في نفس الوقت سياسي ورأس العمليات. ضف إلى ذلك الدولة الجزائرية المقولة في حالة انهيار، ملايين الجزائريين الذين يلهسون ويسعون إلى التجنس، إلى أخذ جواز سفر بريطاني، فرنسي، أمريكي، كندي، إسباني، مهما كان. علاش؟ لأنه يبحثوا عن دولة، يبحث عن دولة تحميه. كاين ناس يسعى إلى، اللي راهو يتكلم عليها ويحيى يتكلم على فرحات مهني وعلمات
اللي قرام يحاولوا تقليل المصير تاع من القبائل. فرحات مني والمات إذا رامي سعاو إذا تقليل المصير، لأنه يبحثوا على دولة، يحوشوا على دولة. نفس الشيء راه واحد مزار والشروية وفي الجنوب، وهذا كله علاش؟ لأنه الناس راهم اليوم على رأس الدولة الجزائرية اللي حفروا لها باش يريبوها، هما اللي تسببوا في إنشاء هذه المنظمات وهذه التنظيمات. واللي وانا نظن أن واحد يسعى لحد يخلق دولة داخل الجزائر خير من راح يحوس على دولة واحدة أخرى ويدير ظهر الجزائر. هذا المشكلة تاع الجزائريه، الناس راهي تقول الجزائر في خطر. ولا نلوم من يهدم، من يهدم يعلم لماذا يهدم، لانه يريد ان لا تبقى، ان لا يترك اثار وراءه حتى لا يحاسب غدا عما قام به من فساد بالبلاد والعباد. وانما اللوم، كل اللوم يقع على هذه الاصوات التي تتعالى يوميا وتحذرنا من الانهيار وتحذرنا من الانتصار، وهي قوات سياسية وهي رجالات ونساء سياسيين باقيين لغير قلنا رايد زاقات رايد زاقات. اتحركوا، اطلبوا شوفوا الرئيس، جندوا الشعب، لأنه كما قال أنا أيد ما قاله الأمين العام لتجمع الثقافة والديمقراطية الأرسلية، يقول انه القناة غير الشارع، لانه غلقوا كلش، ما غلقوش غير الوطن تيفي، قبل الوطن تيفي غلقوا الاطلس تيفي، غلقوا اربع صحف كريباتي، نعم. مونجور نار، الجيري نيوز، الجزائر نيوز، يعني اي واحد يتكلم يغلقوا فمه. للاسف عالم الاعلام الجزائري دخلوا البقارة والمتطفلين اللي اليوم عادوا اليوم هما يتصرفوا في الاعلام ويكموا الافواه. طيب يلعبوا الدور هذاك تاع النظام باش يكموا الافواه. طيب هشام، اذا اليوم الكره في مرمى المعارضه السياسيه والنخبه السياسيه. بارك الله فيك هشام، انا اشكرك جزيل الشكر هشام عبود الاعلامي الجزائري المقيم في فرنسا، والشكر موصول لباقي ضيوفنا الكرام عبد الوكيل بلام الكاتب الصحفي، بالاضافه الى سليم صالحي اللي هو اعلامي وناشط سياسي. فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا. كيف الامور؟ والله بالعكس حاجه مليحه يعني. انا معنا ها برا قاعد دي دون كيشوت. المعين يبدا يضرب الجميع. الفضل كذلك يرجع للسياسة الوئام والمصالحة الوطنية لجبهة الأخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بهذه العبارة أكد أحمد يحيى أمس أنه ليس فقط أمينا عاما بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، بل كان أمس ناطقا باسم رئاسة الجمهورية بامتياز خلال أشغال لقاء شباب الحزب وإطاراته في زيرالدا غربي العاصمة. لم يترك يحيى شاردة ولا واردة إلا وتطرق إليها، موجها سهامه كالعادة للمعارضة ولو بلغة أشد هذه المرة. كل واحد يشد سابعه، هكذا قال من وصف نفسه مرارا بصاحب المهمات القذرة. لا يمكن الذهاب لمرحلة انتقالية
كما تدعو إليه تنسيقية الانتقال الديمقراطي، ومن أراد التغيير فلينتظر الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية المقبلة. ونحن في غنى عما جرى ويجري في بلدان ما سمي الربيع العربي، إذ لا نشاهد إلا الخراب والدمار في اليمن وليبيا وسوريا، تهديد ووعيد. هذا ما حمله خطاب يحيى للجميع، مركزا على ما سماه مخاطر تحدق بالجزائر من الجبهة الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي اعترف بأنها تطال الجزائر الأشهر الأخيرة. صحيح أن الرئيس بوتفليقة مريض، لكن لا للفتنة ولا لسياسة التهويل في البلاد، وإن الجزائر لا تسير نحو العسكرة جراء التغييرات الأخيرة التي طالت جهاز المخابرات، وبخصوص ما وصفت بأنها تصريحات نارية. طالب يحيى الجميع بضبط النفس والتحكم في مواقفهم التي قال إنها تصب في إطار التصعيد ولا شيء غير التصعيد، فلحرية التعبير حدود يجب أن لا يتجاوزها كل الناشطين سياسيا ونقابيا وحقوقيا. آسف للوضعية التي آل إليها مصير صحفي قناة الوطن، لكن أقول إن القرار كان مناسبا. هكذا فتح حديثه عن الإعلام والإعلاميين وفي ذات السياق، وعن موقفه من اعتقال الجنرال بن حديد حول تصريحاته لقناة المغاربية. تجنب يحيى المقارنة بينه وبين أمير ما كان يعرف سابقا بالجيش الإسلامي للإنقاذ، ورفض التعليق على قرارات العدالة، مكتفيا بأن مزراق اعتذر وانتهى الأمر. في المقابل تلقت وجوه عدة في المعارضة، وعلى رأسها عبد الله جاب الله، بأن البلاد فعلا دخلت مرحلة تكميم الأفواه، واستغربت الغالبية هذه الخرجة الجديدة لأويحيى، والتي قالوا عنها إنها تضاف لمهامه التي عرف بها السنوات الأخيرة، ويرونها تجاوزت حدود الدبلوماسية، خاصة أنها تضمنت تهديدا ووعيدا لأصحاب الرأي الآخر الذين يؤكدون أن الجزائر دخلت نفقا مظلما، وما تزال تتبنى سياسة الهروب للأمام متغاضية عن الشرعية التي يقوم عليها حكم البلاد. وإن مجمل هذه الأفكار التي تدور في فلك السلطة إذان بأنها ما تزال تؤثر الحل التصعيدي والأمني بعيدا عن الحل السلمي والتصالحي القائم على أن مشاكل الجزائر لا يمكن أن تحلها السلطة لوحدها. فهل يا ترى هذه معالم الدولة المدنية التي بشر بها عمار سعداني؟ وهل بخرجة يحيى الأخيرة يمكن للسلطة أن تخفي رأسها في الرمال ضاربة عرض الحائط نداء التاريخ والوطن والضمير؟ أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا نثري النقاش حول تصريحات أحمد أويحيى واضعينها في الميزان. أرحب بالأحرى بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد العربي زيطوط، عضو أمانة حركة رشاد. أستاذ محمد العربي، أبرز ملاحظة وردت في هذه الندوة التي كان أشرف عليها البارح أحمد أويحيى، شدوا سبعكم، كل واحد يشد سبعه بهذا اللسان الدارج. كيف قرأت أنت هذه التصريحات؟ الكثير قالوا إنها تصريحات كانت نارية تجاه المعارضة، تجاه الإعلاميين، لم يترك لا شاردة ولا وردة مثل ما جاء في التقرير. خي عثمان، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لك، تحية المشاهدين الكرام. وابتداء اسمح لي أن أبدأ بالترحم على شهداء الجزائر، خاصة وأن اليوم تمر ذكرى عزيزة على الجزائريين، وهي الذكرى 54 لانتفاضة الجزائريين في فرنسا وخاصة في باريس، ولكن أيضا في مدن أخرى. 17 أكتوبر حيث انتفض الجزائريين هناك ليثبتوا لفرنسا من عاصمتها أنهم لن يقبلوا إلا الاستقلال، وأن مناورات فرنسا حول المفاوضات التي كانت تجري أنهم لن يخضعوا وأنهم سيضحون، وقد ضحوا، مئات منهم قتلوا ورموا في بحر السين أو في نهر السين، آخرين ضربوا بالرصاص، آخرين قتلوا. فنترحم عليهم في هذه اللحظات. أمين أمين. ونترحم على كل شهداء الجزائر. ولكن في نفس الوقت حقيقة في هذه اللحظة ينتابني شعور، أين المجاهدين؟ يعني أين المجاهدين اللي
ضحى واللي اليوم راهم يشوفوا في الجزائر تغرق، واللي كثيرين منهم قدموا الدماء وقدموا إخوانهم وقدموا أصدقائهم. يبدو لي أحيانا، لا أريد أن أكون قاسي عليهم، لكن يبدو لي أحيانا وكأنهم لم يحافظوا على الأمانة، وهم يرون عبث العابثين بالجزائر اليوم، وهم يرون بوتفليقة وعصابته ومن حوله، وهم يرون قايد صالح وعصابته ومن حوله، وهم يرون أصحاب الشكارة والبقارة يعبثون بالجزائر. أين المجاهدين؟ يعني ألا يخرج أحد منهم في الشارع باش يقول اللهم هذا منكر؟ ألا يخرج أحد ويكتب رسالة؟ أين المجاهدين اللي شغلوا مناصب عليا وكانوا في مناصب عليا في الدولة وهم الآن متواجدين؟ أنا أعرف أن بعضهم ربما مصاب بأمراض أو بعجز، ولكن الكثير منهم يستطيع على الأقل أن يكتب كلمة أو أن يصرخ بكلمة أو أن يخرج بخطوات للشارع. المجاهدين والجزائر تغرق. التاريخ لا يرحم، ولا أريد أن أكون قاسي، ولكن أقول أن الكثيرين للأسف لم يحافظوا على الأمانة. أما سؤالك عن السفيه ويحيى، صراحة لكن بدون تشخيص، لا بدون تشخيص، بدون تشخيص. هو ليس معنا حتى هو كلمة شوف كلمة السفهاء ذكرها القرآن، ونحن لا نخرج عن أخلاق القرآن بإذن الله. أن هو ليس معنا حتى يرد، نحن نصف هنا لا يستطيع أن يرد. هو رد علي أكثر من مرة وسمني بالاسم، وأنا لا أرد عليه بهذا المنطق، لكن أنا أقول هنا بمعنى أنه السفاهة في إدارة البلاد، السفاهة في تحريك أمور البلاد، والطريقة التي يتحدث بها بعنجهية وبتكبر وبهذا هو الذي يزيد على أويحيى. أويحيى لم يكتفي أنه إذا سمحت لي أعود بسرعة لبعض الحلقات في تاريخ أويحيى. أويحيى سنة 80 كان مع جماعة الـMCB في الحركة البربرية وخانهم وأصبح عميل عند المخابرات السكرتي ميليتير. ويحيى في تلك الفترة ظل الناس يعتقدوا أنه مع جماعة الـMCB ومع الحركة البربرية وربيع البربري في الثمانينات، ويكتب تقارير بزملاء وأصدقائه. ثم في سنة 90 حتى مع طبل والناس ذكره في أحد غني، أعتقد أنه ذكر نعم، لكن هذا احنا نعرفه في الخارجية. أنا كنت في وزارة الخارجية، أنا كنت رئيس مكتب لما كان هو نائب مدير في إدارة إفريقيا، بيني وبينه 10 سنوات، يعني هو متخرج قبلي بـ10 سنوات. في سنة 90، في نوفمبر سنة 90، أعطيت التعليمات لسيد أحمد غزالي أن يعينوا من نائب مدير، كان نائب مدير في إدارة إفريقيا، إلى مدير عام لإدارة إفريقيا. بمعنى في المساء كان نائب مدير، في الصباح كان نائب مدير، في المساء ولا مدير العام ولا مسؤول المسؤول نتاعو. وهذا لم يحدث، وهذا هو عبث بالإدارة الجزائرية وفي أي إدارة، حتى أكثر الإدارات دول متخلفة. لكن في الحقيقة هذا ثبت فيما بعد، أن الأمر كان جاء من رأس المخابرات آنذاك توفيق، لأنه كان يعرف أنه هذا قدم خدمات كبيرة للمخابرات الجزائرية، ولذلك هو يتحرك دائما بعقلية الانديكاتور، دائما بعقلية العميل للمخابرات، العميل للسلطة القائمة. هو قالها أكثر من مرة بالمناسبة، قال أنه صاحب المهمات القذرة، وقال أنه يؤدي هذه المهمات وهو فرح، وهو فرح، وهو لا يعني سونيتا دام كما قالها مرة. هذا اليوم أكمل ما ذكره أمس. في الحقيقة هو تكملة لمسار معروف به، وهو أنه موظف صغير كما وصفه يوما ما آية أحمد، قال أن هذا موظف صغير، وأنا نضيف عليه أنه موظف صغير وأنديكاتور وعميل المخابرات، وظل كذلك وما زال. وهو انتقل من تسبيح بحمد التوفيق قبل 2 أو 3 إلى الآن محاولة التسبيح بحمد قايد صالح، وبطبيعة الحال ببوتفليقة والسعيد بوتفليقة. طبعا هو لا يذكر السعيد، يذكر عبد العزيز، ولكن في حقيقة الأمر هو يتلقى تعليماته وأوامره اليوم من السعيد بوتفليقة، اللي رسميا المفروض أنه ليس له أي وجود، وإنما هو شقيق الرئيس، ولكن شقيق الرئيس باعتبار أن الرئيس عاجز تماما، لا يستطيع أن يتحدث، لا يستطيع أن يسمع، لا يستطيع أن يقول 4 كلمات لشعبه. فالسعيد أخذ الختم وأصبح يتصرف في دولة بدون حق وبدون قانون، ولذلك تغرق الجزائر أكثر مما غرقت في عهد شقيقه. طيب الآن نأتي إلى تحليل بعض تصريحات. أعرف أن الوقت لا يسمح لي تحليل أغلب تصريحات، ولكن نحن نتحدث مثل ما جاء في التقرير أنه لم يترك لا شاردة ولا واردة إلا وتكلم عنها، يعني لتحدث في كل شيء. بدأ بالمعارضة، الإعلام المغاربية أيضا، قناة الوطن، مزراق، بن حديد، ما ترك شيء إلا وعلق عليه. في رأيك أنت، هل صوتك نضمه للذين، أو تضمه أنت للذين يقولون بأنه ويحيى يبشر بمرحلة مقبلة، يريد أن يعبد الطريق لهذه المرحلة؟
هم يعتقدون بعد المعركة، هو حتى قبل شهر أو قبل 3 أسابيع صرح قايد صالح قال أننا الجزائر مرت بسنتين صعبة. بسنتين صعبة وشنو هي؟ سنتين الصراع، الصراع ما بين المخابرات اللي كان يقودها التوفيق والصراع اللي كان يقوده بوتفليقة والقايد صالح من جهة أخرى. هذا هو سنتين صعبة، بمعنى الصراع على السلطة، الصراع على النائب، الصراع على المراكز، أدى إلى إسقاط جناح، تحطيم جناح اللي هو جناح توفيق ومن معه. طبعا جناح توفيق هو جناح عسكري وجناح مدني، وفوز الجناح الثاني اللي يتشكل من قائد الأركان ومن معه وبوتفليقة ومن معه. الآن بالنسبة لهم يعتقدون أنهم أسقطوا جناح من أجنحة السلطة اللي كانت تضايقهم وعقبة وتضايقهم طبعا في إطار صراع النهب، دائما يكون هذا واضح. فيعتقدون أنهم ممكن أن يخضعوا كل الآخرين، يخضعوا كل الأصوات، لأن هذاك التناقض اللي كانت البعض يحاول أن يستفيد منه بوجود أجنحة متشاكسة متصارعة، هذا التناقض وكأنه أنتهى الآن. في اعتقادي يخطئون خطأ واضح، لأنهم باختصار بسيط بهذه الطريقة يدفعون المترددين والمعتدلين بين 36 قوس واللي نص نص واللي عندهم شوية في المعارضة ورجل في السلطة واللي عندهم رجل هاك ورجل هاك، أنهم الآن يكونون أمام صورة واضحة، إما أن تختار حقا أن تكون مع الشعب وأن تعارض هذه العصابات وأن تقاوم هذه العصابات، أو تجد نفسك خاضع خضوع كامل ومطلق، وهو ما سنراه لكثير من القنوات وكثير من الجرائد بالمناسبة، جرائد البقارة وقنوة البقارة، أو ستجد نفسك تسبح بحمد السلطات. القول اليوم مثلا بالنسبة هذا الجماعة اللي CNLTD خاصة، جماعة يسمون أنفسهم معارضة في الجزائر، أنا مرة أخرى وأقولها لهم بكل أخوة وبكل رحابة صدر، عليكم أن تختاروا يا إخواننا، لا يمكنكم أن تكونوا مساهمين في أجهزة هذا النظام، ولا أقول مؤسسات لأن انتهت المؤسسات، ليس هناك أي مؤسسة قائمة اليوم بالمعنى الحقيقي لكلمة مؤسسة، هي أجهزة مثل جهاز البرلمان وأجهزة البلديات وأجهزة الولايات، لا يمكنكم أن تبقوا مساهمين فيها وتعترضون في نفس الوقت على بعض الأشياء. عليكم أن تختاروا، عليكم أن تختاروا حقا أن تواجهوا هذه العصابات اللي أنتم تعتقد أنها صح عصابات، وكثير أنا سمعت لي كثير من تصريحات منهم أنهم يقولون أنهم يأخذون الجزائر إلى الكارثة وأن الجزائر تغرق وأن الحل ربما يكون شارع، وبدأت الأمور تمشي في هذا الاتجاه. نعم، عندما تقولون هذا عليكم أن تختاروا أيضا من لا تبقوا تشاركوا في أجهزة النظام القائم، لأنكم أنتم بوصفكم له أنه نظام مزيف، أن الانتخابات مزورة، أن النهب ليس له حدود، أن الفساد بلغ حدا غير مسبوق، أن 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 كل هذا الوصف دقيق، لكن عندما تأتوا لخطوات عملية حتى باش تخرجوا للشارع رحوا تطلبوا تصريح. كيف تأخذ تصريح من عند الدكتاتور ومن عند الفاسد ومن عند المزيف والمزور؟ وهذا ما أثاره ضيوفي أيضا في الجزء الأول. الآن مشاهدينا الكرام مرحب بانضمام نصر الدين قاسم، وهو مدير قسم الأخبار في قناة الوطن التي للأسف الشديد قامت السلطة بتشميعها، وهذا تعد وتحد لحرية التعبير في الجزائر، وهذا الذي وقف عليه الكثير من متابعي الشأن السياسي والحقوقي في الجزائر. أستاذ نصر الدين، البارحة في تصريحات حمدو يحيى طالت أيضا قناة الوطن وقال أنه نأسف للحال الذي آلت إليه وضعية الصحفيين الإعلاميين، تأسف لهذا هكذا قال أنا آسف، لكن القرار قال أنه كان مناسبا. السلام عليكم. في الحقيقة تصريحات سيد يحيى ليست غريبة ولا تثير الدهشة، لأنه سيد معروف أنه موجود لتبرير القرارات ومهما كانت، يعني وشفنا أنه ينتقل من النقيض إلى النقيض من أحياء، فهو معروف أنه وقد اعترف بذلك أنه صاحب المهام القذرة، وقد كان استئصاليا يعني ولم يكن يخفي ذلك، ثم عندما تحولت الأمور خاضة مع الخائضين وأصبح إذا صح التعبير استئصاليا تائبا أيضا، وأصبح مع المصالحة، فلا نستغرب مثل هذه التصريحات، ثم لا نستغرب إن قال تصريحات معاكسة تماما إذا تبدل الأمر فيما بعد. طيب نأتي الآن إلى الجانب الذي طال قناتكم وأنت أحد طاقمها، قال أن هذه القناة تعدت حرية التعبير حدود معينة لكن تجاوزتها، وبالتالي فإن هذا القرار مناسب،
كيف ترى أنت؟ أنا أتحدى أن يأتي لنا بعبارة أو تقرير أو أي شيء صدر من القناة أو صدر من أحد صحفيها أو أحد مسؤوليها ويثبت أنه تجاوز حرية التعبير. إذا كان يحاسبوننا على تصريحات شخص استضفناه فهذا أمر وهذا شأنهم، وكل العالم يستغرب هذا 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 الموقف. أما أن يقول أن القناة صدر منها ما هو يتعدى حدود التعبير أو حتى يعني يلامس حدود التعبير، نحن كنا في كل مرة نتوجس ونعرف جيدا أن هذه السلطة يعني تستطيع أن تفعل ما لا يتصور العقل. لذا كنا نحاول قدر الإمكان أن لا نتجاوز بعض الحدود التي نعرف أنها ستتخذها السلطة يعني سببا لإيقافنا، أو لأنه نعرف جيدا أن السلطة ما سمحت بهذه الطريقة لنشاط السمع البصري إلا عن طريق فخ نصبته للجميع، حتى تستطيع أن توقف من تشاء وتترك من تشاء طيب تدعم من تشاء يعني. طيب نصر الدين، ألم تلحظ تناقضا غريبا في هذه التصريحات التي طالت قناة الوطن لما سئل عن مزرق قال لماذا السلطة لم تتابع هذا الشخص وتسائله عما صدر منه؟ فقال طالما هو اعتذر خلاص، لكن هذا الكلام لم يكن مناسبا لما قال جعفر شلي أنه نحن نعتذر عما حدث في البرنامج. هو في الحقيقة إذا كان يعترف بذلك فهذا يعني أنه أول من يجب أن يحاكم ويتابع هو أحمد أليح، لأنه استقبل هذا الشخص. إذا كان الشخص ممنوع وممنوع الحوار معه واللقاء، وأن القانون يعاقب من يتحرط، أول من يجب أن يوقف أو يخلي العدالة هو هذا الشخص الذي يشتغل في رئاسة الجمهورية رئيسا للديوان، لأنه هو استقبله واستقبله بالأحضان وناقشه في أهم وثيقتهم مصير أمة بأكملها. فهذا هو التناقض. أنا قلت في البداية أن هذا رجل التناقضات ولا يستحي أن يظهر أن يقول الشيء ونقيضه ويتبنى الخيار ونقيضه ولا يتحرش في ذلك يعني، ونحن نعرفه منذ مدة منذ ظهور أول مرة ليقنع الجزائريين بأن ما يرونه أبيض وأسود في الحقيقة فيما سمي الفشل المبرمج للحوار، والكل يتذكر خرجته وتركيمة عندما كان يشتغل في ديوان الرئيس اليمين زروال. شكرا جزيلا لك أستاذ نصر الدين قاسم، مدير قسم الأخبار في قناة الوطن. نعود لك أستاذ محمد العربي، هل من إضافة لهذا التناقض الغريب في تصريحاته؟ سئل أمس حول مدني مزرق لماذا لم تعاقبه السلطة طالما هي غاضبة لهذا الحد وأغلقت قناة وسرحت موظفين وعاقبت آخرين في قسنطينة، ولكن هذا الرجل يسرح ويمرح يمنة ويسرى ولا أحد بإمكانه أن يوقفه، لكن قال طالما اعتذر الرجل فلا داعي لإصدار قرارات أخرى. لكن جعفر شلي اللي هو مالك قناة الوطن اعتذر، قال يا أخي ما لم نكن ندري أن مسؤول نستضيفه وهو مدني مزراكي وصرح بتلك التصريحات، ولكن مع ذلك شمعوا القناة وسرحوا الموظفين وقالوا أن حرية التعبير لها حدود، لكن الرجل يصرح ويمرح. هل لديك جواب؟ أنا لا أعرف لماذا هذا صاحب القناة صراحة يعتذر، وكان في البداية في اليوم الأول والثاني كان يعتذر بطريقة فيها كثير من الخضوع والخنوع، يعني الواحد الجزائري راهو ما لازمش يكون بهذه الطريقة يعني. أنت هذا صرح إذا كان فيه شيء في التصريح نتاعه، وإذا كان هناك تهمة أساسا فالتهمة توجه له ثم توجه لكم فيما بعد، يعني تهمة بالتابع على أساس أنتم ناقل، هو لم يوجه له تهمة. أنتم واضحة أن القضية ليست قانون وليست علاقة بالقضاء وليست هذه قضايا أنت، عن هذا نظام يفعل ما يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يحاولوا يتصرفوا بهذه الطريقة، يعني تأله على الناس، تكبر على الناس وهم يريدون، ولذلك يعني لهم الحرية المطلقة في معاقبة من يريد أن ينجزون. الدكتاتور المستبد الطاغية خاصة لما يكون شديد التخلف يتصرف بهذه الطريقة. يعني أنت أحمد أويحي شوف، أنا استمعت له في سنة 2002 و2003 هجومات عنيفة على ما يسمى بالمصالحة، نحن نعرف أنها مخادعة، لكن هو آنذاك قيل له أن يهاجم المصالحة فهاجمها. اليوم هاك تشوف التصريح، يعني هذا الدقيقة اللي قدمتها يقول بفضل الوئام والمصالحة اللي جاء بها رئيس الجمهورية، يعني أويحيى يقال له قل فيقول، هو بوق
هذه عبارة يعني مختصرة، وهو انديكاتور عميل هكذا يحاول، هو الآن يحاول أن يتقرب من القايد صالح على أساس أن القايد صالح هو رب العسكر اليوم، وهو الذي أسقط رب الجزائر اللي كان هو يخضع له. هذه هي هذا هو المنطق اللي عند ويحيى. ولذلك أنا صراحة لا أريد أن نطيل الحديث حول شخص بهذه المستوى، لأنه هو يختصر في شكله وفي شخصه وفي خطابه يختصر الجزائر المدمرة اليوم. تعرف في 98، شوف في 98 صرح وقال أن عدد القتلى في الجزائر في بداية 98 لا يتجاوز أو في حدود 27,000، حتى أعطى رقم 27,264 أو 26 أو فيما أذكر. بعدها بأقل من سنة جابوا تفليقة وقال أن عدد القتلى أكثر من 200,000، ثم أضاف في نهاية في بداية 2000 أن عدد القتلى في الحقيقة أكثر من 200,000. يعني ويحيى يجي اليوم يقول 27,000، يجي رئيس اللي جابه العسكر يقول لا العدد 200,000 مش 27,000. إلى أي حد تلاعب؟ احنا نتكلموا على بشر، ما نتكلموا على نعاج ولا على دجاج ولا على أرانب. يعني شوف التلاعب بالأرقام في هذا. ثم لما تجي من حطم الاقتصاد في 95-96 تحت ما سمي آنذاك بأيدي النظيفة، حطم الاقتصاد ويحيى عندما قام بضرب الشركات الجزائرية اللي كانت مازالت تشتغل وكانت مازال لبس فيها شوية يعني إلى حدود معينة تنتج وتشتغل، حطمها، سجن كثير من مدراءها اللي كانوا في مستوى عالي، بعضهم هرب وبعضهم سجن وبعضهم طرد. ثم ماذا؟ ثم باع الشركات بالدينار الرمزي، وأحيانا كان يزيد الفلوس، يعني مثل الهندي هذا اللي تعاملوا معاه في الحجار ميتال، في أرسول ميتال، في البداية أعطوها له بالدينار الرمزي، ثم الآن لما جاء رايح باعها لهم 700 مليون، وهي أسوأ مما وجدها. فويحيى تصرف هكذا مع الاقتصاد، تصرف هكذا مع الأسرة، تصرف هكذا مع القوانين، تصرف هكذا مع لما كان في وزارة العدل وفي الحكومات اللي ترأسها. ويحيى كان مدمر للجزائر ولا زال يستمر في تدميره، ولكن العيب ليس عليه، كما قلت لك هو مجرد ينفذ قرارات ما يسمى بأصحاب القرار اللي هما أساسا كبار العسكر، واليوم راهم معهم السعيد بوتفليقة وراخو صاحب الكرسي المشلول يعني. طيب بالنسبة لأحمد ويحيى، البارحة أيضا مشاهدينا الكرام في الشق الإعلامي خصيصا تناول لها في حديثه قناة الوطن، ولكنه لم ينسى أن يتحدث عن المغاربية ووصفها بأنها عدوة. متابعو المغاربية مشاهدوها ومحبوها في الداخل والخارج تساءلوا، فعلا هي عدوة، لكن عدوة لماذا؟ ربما هي عدوة للاستبداد، عدوة للظلم، عدوة للقهر، عدوة لهذه المرحلة التي تعيشها الجزائر اليوم. نشاهد التقرير التالي ثم نعود. قناة المغاربية تنتقل من متابعة للأحداث إلى صنعها. المتعاملون معها في الجزائر يعتقلون بتهمة التحريض على حمل السلاح ضد الدولة. عبر المجتمع المدني من حقوقيين وإعلاميين عن مساندتهم للقناة. مستشار رئيس الجمهورية والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى لم يعجبه هذا التضامن والمساندة، وقال إنها قناة عدوة. ويحيى لم يقل عدو لمن. النخبة الجزائرية على اختلافها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تظهر على شاشتها وتعبر عن آرائها بكل حرية ومسؤولية. اعتبرها ويحيى عدوة لأنها فتحت فضاء للجزائريين أراد هو إغلاقه في وجوههم. أصبحت هذه القناة الحرة بيتا للجزائريين يتداولون فيه قضاياهم ويعكسون همومهم في محاربة الفساد والديكتاتورية، ويعبرون عن آمالهم في مستقبل للجزائر كله عدالة وحرية. تدخل الجنرال بن حديد مستشار وزير الدفاع السابق في برامج القناة، إضافة إلى يسعد ربراب وجعفر شلي صاحب قناة الوطن، وأيضا ياسف سعدي أحد أبطال معركة الجزائر، أثار حنق السلطة، إذ لم تغب عن شاشة القناة حتى الآراء القريبة منها والمدافعة عنها. تحولت القناة إلى كابوس إعلامي للسلطة يذكرها بعجزها ويفضح غياب الحرية في إعلامها. حاولت أن تغطي هذا العجز ببعض قنوات فضائية صرف عليها من أموال الشعب لتلميع سلطة أصابها الصدأ.
لم تزد تهجمات أويحيى وقبله سلال غير تثبيت إشعاع المغاربية وإعطائها مزيدا من المصداقية، وما شعارها لا سقف للحرية إلا تحد عاجزت عن محاكاته قنوات يظهر على شاشاتها أويحيى، يعرف مسبقا أن أغلب المشاهدين أمام قناة أخرى وصفها بالعدوة. أستاذ محمد العربي، ما هذه الهجمة الشرسة التي تطال المغاربية؟ لا نريد أن نتحدث عن قناتنا، ربما الذين يشاهدون هم لديهم الحق أكثر فأكثر في الحديث عنها، لكن السيد ذكرنا الآن بالاسم بعد أن أشار لبرنامج شاركت فيه أنت معي في الحدث، تذكر هذا منذ حوالي 6 أشهر أو عام، وبعد عبد الملك سلال اللي قال أن المغاربية لا تخيفني، ها هو أحمد ويحيى يطل هذه المرة في هذه التصريحات بأن هذه القناة عدوة، لكن الكثيرون يتساءلون عدوة ماذا وعدوة من؟ ولذلك أنا ما أقترح عليكم هو أن تتركوا الشعب هو اللي يقول كلمة، وأنتم من القنوات القليلة جدا، أعتقد أنكم قناتين فقط، أنتم قناة العصر اللي تفتحوا للناس لكي يتكلموا على المباشر. والقضية الشاعر في زمان قال: إذا جاءتك مذمتي من ناقص فتلك شهادة لي بأني كامل. والله سبحانه وتعالى قبل ذلك عز وجل يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. هذا عندما تأتي منه فهي شهادة لكم وشهادة لكل الأحرار، سواء من يظهر معكم أم لا يظهر، شهادة لكل الذين يقاومون هذا النظام من أنهم يزعجونهم. وإزعاج الظالم، إزعاج الطاغية، إزعاج الطاغية، إزعاج المستبد هو في حد ذاته خدمة للناس والمستضعفين. تعرف أن القرآن لما تحدث مرة قال: تشفون صدور قوم مؤمنين. يعني الناس أحيانا لما كثير مرات يقول: أنتم تتحدثون، في الحقيقة الكلمة والحديث هو الذي يصل إلى قلوب الناس وعقول الناس حتى تستطيع أن تقوم بالفعل. وهذا التراكم في الوعي، هذا صناعة الوعي. ما يصنع اليوم هو الوعي، ما يصنع اليوم هو كسر الأساطير التي بني عليها هذا النظام، بني عليها في 62 وبني عليها في 92، أساطير الإرهاب، أساطير الأصولية، أساطير مكافحة الفساد. بالعكس، اللي أثبتته القنوات الحرة والشريفة، اللي أثبته الأحرار سواء كانوا صحفيين أو ناشطين أو مقاومين أو مناضلين، هو أنهم أخرجوا وعروا هذه السلطة إلى الشعب الجزائري. لأن من ماذا يتغذى هذه السلطة؟ تتغذى من سكوت الناس، تتغذى من لا وعي الناس، أحيانا تتغذى من جهل الناس، وأحيانا خاصة عندما يتم التلاعب بعقولهم في قنوات معروفة، قنوات الانهيار بكل ما تعنيه الكلمة حتى لا أصفها. هذا الذي يحدث اليوم هو إعادة بناء الوعي، إعادة بعث الروح في الجزائري، من أنك أنت بتاريخك، أنت بنضالك، أنت برجالاتك، أنت بمقاوماتك عبر التاريخ وعبر التضحيات اللي قدموها ملايين من الجزائريين، ستستطيع أن تسقط هذه العصابات المستبدة الفاسدة الخائنة. ثبتت خيانتها بما لا يدع مجال للشك، أجواءنا مفتوحة للطائرات الفرنسية والأمريكية والغربية عموما، خزائننا مفتوحة لمن ينهب ويذهب ويأتي بما أصبح جيشنا يريد أن يكون عصا في يؤدبون به من لا يدخل لخططهم ولتصرفاتهم، أموالنا تنهب وعصاباتهم تذهب إلى الأموال هذه إلى باريس وإلى إسبانيا وإلى أمريكا اللاتينية وإلى الدول الخليجية. هذا الوضع يجب أن يتوقف، والمغاربية تساهم في هذا. وبالعكس، يعني أنا شفت أنكم تفتحون أحيانا لأكثر الألسنة سوءا وفسادا، فتحتوا لها أنتم وهذا الذي فجأهم سيد محمد العربي. أحد ضيوفي أكد على المسألة اللي أنت أشرت عليها الآن، قال هم كانوا يعتقدوا أن المغاربية فيها رأي واحد، أفكار واحدة، وجهة نظر واحدة، فإذا بهم يفاجئون الجنرالات ورجال المال والأعمال وربما الذين كانوا يدورون في سلك السلطة، رؤساء حكومات سابقين، وزراء، كلهم صاروا يلجؤون للمغاربية. ما نتأكدوا أنه الكلمة الحرة هي من في قناة المغاربية أم ماذا؟ لماذا هذا الدرجة؟ هم 3/4 اللي مع النظام هذا أو كانوا مع النظام هذا هم اللي يظهروا معكم، إلى ما قلناش 4 أخماس. يعني العدد كبير جدا من رؤساء حكومات ووزراء وعقداء وجنرالات، هذون يظهرون ويظهرون بشكل تقريبا مستمر معكم، وبالتالي أنتم في الحقيقة فقط أظهرتم، سواء يظهرون للدفاع عن هذا النظام أو لفضحه، مثلما ظهر الجنرال بن حديد ليحطم
أسطورة الإرهاب عندما قال أن جزء من هذه الجماعات كانت تاع المخابرات، وليحطم نظرية الانقلاب عندما قال أن الانقلاب كان ترتيبه قبل ذلك بكثير. في الحقيقة الكثيرين يعرفون ويعرفون أن الكلمة هي التي تحطم المستبد، ولذلك المستبد الجزائر شوف في التسعينات حاولوا أن يجعلوها، كانت بيننا معركة كبيرة بيننا وبينهم، لأن ماذا؟ حاولوا أن يجعلوها في داخل أسوار مغلقة داخل جزيرة وكأننا في كوكب آخر، كان الإعلام الفرنسي والإعلام الخليجي موالي لهم على استثناءات قليلة وبسيطة، كان لابد من تحطيم ذلك الصخرة. وعندما تحطمت هذه الصخرة والآن الحمد لله بالفضائيات وبالأنترنت بدأت الناس تعرف وتعرف الحقيقة. يعني ما كان مستحيلا صار ممكنا جدا، صار ممكنا. وشوف هما اللي ما يفهموا الشيء، التاريخ الزمن تغير، لا يمكن تكميم الأفواه مهما فعلتم، لا يمكن، بل بالعكس كلما حاولتم تكميم الأفواه كلما انطلقت أفواه أخرى وأماكن أخرى. نعم هو كذلك أستاذ محمد عربي. الآن مشاهدينا الكرام مرحب بالأستاذ ناصر حمدادوش القيادي في حركة حمص وعضو البرلمان. أستاذ ناصر حمدادوش، كيف ترى هذه التصريحات؟ كيف تراها أنت؟ كيف تلقيتموها أنتم في حركة حمص هذه التصريحات، خاصة أنه أشار إلى المعارضة وأنتم جزء لا يتجزأ من تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات؟ بارك الله فيك أخي عثمان. بالنسبة للتصريحات أحمد أويحيا، بالنسبة إلينا نعتبره وكأنه لا يزال يعيش ويقترب ويختبئ وراء المأساة ووراء الماضي. هو إنسان بدل أن يقدم وهو في منصب المسؤولية لسنوات طويلة جدا، يعني تجاوزت على رأسه للحكومة أكثر من 10 سنوات، بدل أن يقدم الحلول لما تعيشه الجزائر وستعيشه من أزمات حقيقية بسبب هذا الإخفاق والفشل في التنمية، بدل أن يقدم رؤية وبديل وحلول واقعية يمكن أن تطمئن الشعب الجزائري، ها هو وفي لعاداته القديمة، وهو أنه دائما يقوم بهذه المهمات القذرة، وأن هذا النظام وهذه السلطة دائما تأكل الشوك بفمه، ودائما يكلف بنقل رسالات مسمومة هي كلها كيل للتهم للمعارضة، وكأن المعارضة هي التي تتولى زمام الحكم، وكأنها هي المسؤولة عن موضوع التنمية وهذا الإخفاق والفشل. يعني دائما وفي لخطابه يعني وكأنه يسكن غرفة مظلمة كالذي يعني نام في النهار واستيقظ في الليل ليروع مشاعر الآخرين بالخطاب والحديث عن المساس وعن الربيع العربي والتخويف بفزاعة الأمن والاستقرار والإرهاب وسنوات الجمر. لابد طيب أن يعلم السيد أحمد أويحيا بأن الجزائريين سوف لن يحتفظوا له إلا بذكرياتهم الأليمة معه في سنوات التسعينات. يعني هو جزء من هذا النظام الذي ارتكب مجازر مروعة خلال التسعينات، ومجازر مروعة حتى في الاقتصاد بتسريح العمال وحل المؤسسات العمومية وما آلت إليه البلاد فيما يعلم الجميع. طيب سيد ناصر، لذلك بالنسبة إلينا تصريحات أحمد ويحيى يعني هو خطاب متكلس وجامد وفارغ، ولا يحمل أي مضمون إيجابي إلا المزيد من الضبابية في المشهد السياسي ومستقبل الجزائر. طيب أستاذ ناصر، بعض ضيوفي اللي كانوا معي في الجزء الأول كانوا يركزون على أن هنالك عوامل ساعدت على بروز هذه التصريحات النارية لأحمد يحيى، ومن أبرز هذه العوامل أن المعارضة ما تزال ضعيفة، ما تزال متلكئة في إصدار هذه البيانات المقتضبة. ثم هنالك من الأحزاب التي تشغل مناصب في المعارضة لديها رجل في المعارضة ورجل في السلطة في مؤسساتها، يقصدون البرلمان. إن كنت معارضا فلماذا لا تغادر هذه المؤسسات التي تقول بأنها مزورة وليست دستورية فعلا؟ يعني الوضع السياسي في البلاد مأساوي كما يعلم الجميع. نعم لا يمكن أن ننكر بأن البيئة السياسية التي تعمل فيها المعارضة في الجزائر هي بيئة موبوءة، يعني لا يسمح فيها بالحريات وحقوق الإنسان، ويتم الاعتداء على العمل السياسي والنضال السلمي في الجزائر. يعني هناك اعتداء على الحريات وعلى حقوق الإنسان، وأنتم يعني دائما تشاهدون وتراقبون كل هذا.
صحيح أن يعني المعارضة لا تزال تلملم بيتها وتريد أن توسع قاعدتها وتريد أن تحافظ على كيانها الجماعي وهو التنسيقية وهيئة التشاور، وتريد أن يعني أن تقوم بالواجب ولو بالحد الأدنى، ولكن أنتم ترون بأن هذه السلطة لا تزال تتجه نحو التغول ولا تزال يعني والآن يعني وكأننا نشعر بأنها ذاهبة إلى الحلول الأمنية وإلى العودة بالجزائر إلى المربع الأول بمثل هذه الخطابات التخوينية والإقصائية والتهميشية للآخر. الأصل لو كانت هذه السلطة عاقلة وراشدة فإن المرحلة الحرجة التي نمر بها هي التي تحتاج إلى التوافق وإلى الحوار الجدي وإلى الإرادة السياسية في الخروج بالجزائر من هذه الأزمة، ولكن للأسف الشديد هؤلاء يعني لا يزالون يتترسون وراء الغطاء الخارجي ولا يزالوا يحتمون ببعض ما تبقى من الاحتياطيات ومن أموال الشعب الجزائري، ولكن أعمتهم البصيرة فهم لا يملكون برنامجا سياسيا طيب ولا رؤية اقتصادية، فلذلك هم يتغولون على الآخر بمثل هذه الخطابات الجوفاء والتي تحمل تهديدات وأنتم ترون أحمد يحيى البارح يكيل كل هذه التهم للمعارضة. طيب كأنه مثل ما قلت أنت يرسم معالم جو قاتم فعلا في الجزائر خاصة في الساحة السياسية والإعلامية، وكأنه يقصدكم أنتم أيضا في التنسيقية، كيف بكم الآن تنشطون؟ كيف تنزلون للشارع؟ كيف تنظمون ملتقا أو ندوة وأنتم مطالبون بهذه الرخصة؟ بمعنى التضييق لا يشمل فقط الصحفيين والإعلاميين والنقابيين بل أنتم أيضا كسياسيين، كيف ستخاطبون المناضلين؟ كيف ستشرحون أفكاركم للشعب الجزائري طالما أنه فيه تضييق أكثر فأكثر مما كان عليه سابقا؟ كانت السلطة لا تزال وفية إلى بعض رؤاها التقليدية في محاولة التضييق على الآخر. الوضع الآن يختلف تماما، يعني الفضاء الآن مفتوح ويعني القنوات الإعلامية الآن مفتوحة وخاصة الخارجية ومنها المغاربية، الآن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي متوفرة. ما تحاوله السلطة هي عبثا أن تخنق الرأي الآخر وتضيق على الآخر، لكن يا أخي عثمان أنت تعلم بأن يعني هناك يعني إحباط كبير جدا إلى ما وصلت إليه البلاد، هناك استقالة كلية، لا يوجد هناك أمل في التغيير السلمي والتغيير عبر الانتخابات النزيهة، لذلك يعني الأفق هذا الأفق المسدود الذي نعيش فيه هو بسبب ما وصلت إليه حالة البلاد من خلال دائما استعمال فزاعة سنوات الإرهاب ويعني عامل التزوير وكذلك التضييق على هذه الحريات، فلذلك يعني تجد هذا النوع من الإحباط واليأس في التغيير السلمي في الجزائر، ولا تزال هذه السلطة متغولة بما تملك وهذا الغطاء الخارجي الذي يعني هذا الغطاء الخارجي وتحديدا أمريكا وفرنسا يعني يعجبها بقاء وضع كما هو، ولذلك لا يقبلون بأي نوع من التغيير والإصلاح في البلاد، فلذلك يعني نحن نقوم بما نستطيع من الواجب ونعلم بأن دوام الحال من المحال، ونعلم بأن الأمل لا يزال قائما وإن هذا الظلم وهذا الإقصاء وهذا التهميش سوف لن يبقى بإذن الله، وهؤلاء الفاسدون والفاشلون سيرحلون بإذن الله عن وقت هذه الخيانات وهذا الغدر وهذه العمالة للخارج وتحديدا للتغول الفرنسي في الجزائر. وهو كذلك سيد ناصر الجزائر بإذن الله تعالى. وهو كذلك سيد ناصر حمدادوش القيادي في حركة حمص وعضو البرلمان. من الأستاذ ناصر حمدادوش وهو عضو في حركة حمص نسمع أيضا وجهة نظر أخرى فكرة أخرى للأستاذ سفيان جلالي رئيس جيل جديد. أستاذ سفيان كيف تبعت هذه التصريحات؟ قالوا نعم أيوة أستاذ سفيان، نحن نتحدث عن موقف جيل جديد من هذه التصريحات التي طالتكم أنتم طالما أنتم تشغلون أيضا حيزا بارزا في المعارضة. نعم مساء الخير. في الحقيقة نشوف هذه التصريحات الأخيرة تاع الشيخ أحمد يحيى أنه يعبر على نوع من ارتباك وتخوف كبير داخل السلطة ونوع من هستيريا ضد كل من يعارض النظام الحالي. هذا يعني أنه النظام يشعر بأنه في نهاية حياته.
طيب ماذا عن هذه التخويفات تهديدات؟ هناك من قال تهديد ووعيد. البارحة حتى أحمد وحية لم يكن الشخص المعروف يعني بدبلوماسيته وبأيديولوجيته، البارحة كان ناطقا باسم الجميع، باسم أحزاب الموالاة، باسم رئيس الجمهورية، باسم قيادة الأركان، يعني كأن الذي كان موجودا هناك تفاجأ بهذه التصريحات. نعم أنا نظن هذا شيء طبيعي جدا، لأن نشوف كيفاش النظام دخل في مرحلة يعني خطيرة أولا للبلاد ولنفسه كذلك. الجزائر اليوم أصبحت يعني النظام كله أصبح هش والاقتصاد أصبح منهار، وتخوف كبير من رد فعل قوي من طرف المواطنين. فاليوم يحاولوا إسكات كل من يتكلم في المعارضة، شفنا يعني غلق قنوات تلفزيونية للوطن، نشوف التعامل مع بعض الشخصيات الوطنية منها شخصيات عسكرية، كل هذا يعني أنه هنالك تناقضات كبيرة داخل النظام، ويعني هما يشعروا بأنه الحالة خطيرة جدا عليهم. طيب أستاذ سفيان جلالي، ماذا تنتظر المعارضة للرد على التصريحات؟ هل من لقاءات؟ هل من مؤتمر؟ ولما لا عادي أو غير عادي سميه ما شئت، لهيئة المتابعة والتشاور أو لتنسيقية الانتقال الديمقراطي للوقوف على هذه التصريحات؟ نعم، أولا كان هنالك رد فعل مباشر لعدد كبير من الشخصيات، ولكن كل المعارضة إن شاء الله يعني تلتقي في الأيام القليلة المقبلة في إطار هيئة التشاور. المهم هو أنه المعارضة واعية جدا يعني بالمسؤولية نتاعها في هذه المرحلة، ونعمل دائما لتقوية هذه المعارضة وتقويتها ك يعني سلطة مضادة، فلن نسمح ولن نقبل أن السلطة الحالية هذه تذهب بالبلاد إلى يعني مخاطر أخرى. هنالك يعني محاولات عديدة لنوع من توريط النظام بطريقة أخرى، هنالك مشروع تغيير دستور، هنالك يعني مشاريع عديدة للسلطة، والهدف الوحيد انتهى هو البقاء. فالمعارضة إن شاء الله يعني يكون عندها رد فعل، ونمشي إلى الأمام على الشعب، على المواطنين كذلك أن يتحركوا وأن يضغطوا هما كذلك من جهتهم على السلطة. محسن بلعباس رئيس الترجمة من أجل الثقافة والديمقراطية والRCD يقول أنه لا خير لنا إلا نزول الشارع إلى الساحات إلى الميادين في تيزي وزو في البويرة في أبو مرداس بجاية وغيرها من مناطق أخرى حتى نحسس الشعب الجزائري ونوعيه بما نعيش في هذه المرحلة الخطرة. بمعنى لابو هو كأنه يريد أن يقول التنسيقية يجب أن تخرج من الصالونات من هذه الندوات من هذه اللقاءات من أربعة جدران، لابد من الحديث مع المواطن، لكن في الاتجاه المقابل تجد أن السلطة تبرز العصا القوة العمومية لكل هؤلاء النشطين. المشكل الكبير هو أنه في هذه المرحلة يعني هنالك صعوبات مرحلة حساسة جدا، وربما هنالك مناورات من جهة أو أخرى، فإخراج المواطنين إلى الشارع يقدر يؤدي إلى مشاكل أخرى. فهل المعارضة عندها كل الإمكانيات باش تتحمل هذه المسؤولية؟ هنا علامة استفهام. أنا أظن أنه حتى المواطنين متخوفين من انزلاقات أو انحرافات، وأنت تعرف أن الأنظمة هذه الاستبدادية تقدر تستعمل الشارع يعني تضرب به المعارضة وتضرب به كل من يحاول أن يقاوم. فالأحسن هو أن يعني نقوي المعارضة في المواقف نتاعها، ونتحكم جيدا في هذه الأمور لكي لن يكون يعني انحرافات في الشارع. شكرا جزيلا لك سفيان. أنا أشكرك سفيان جلالي رئيس حزب جيل الجديد، كنت معنا من فرنسا. أعود لك أستاذ محمد العربي، هل لديك إضافة حول ما تقوله المعارضة؟ ولو أن استمعنا فقط لرأيين لحد الساعة، أستاذ ناصر حمددوش من حمص وسفيان جلالي رئيس حزب جيل الجديد، أكد الإثنان على أنه المرحلة خطيرة جدا، وأن هذه التصريحات ربما تصب في إطار مرحلة مقبلة تحذير طريق تعبيد مرحلة ما بعد بوتفليقة، لكنهما حذرا من هذه الخروقات. شوف ومرة أخرى يعني بكل أخوة نقولها الإخوان اللي راهم الآن في اللي يسموا CNLTD يعني. أيوة تنسيقية. تنسيقية. شوف كاين خطوات بسيطة يعني
نوضعوا خلوا موضوع الشارع كما قال الأخ جلالي أنه ممكن الشارع يستخدم النظام وفي مناورات، خلونا من وضع الشارع الآن. كاين خطوات أخرى بسيطة، وانت كنت طرحت السؤال على المتحدث اللي قبل سفيان جلالي لكن للأسف ما جاوبش كالعادة. نعم كالعادة بعض إخواننا يتهربوا من هذا الموضوع، وهو خذوا قرار في لقائكم القادم اللي عندهم أعضاء في ما يسمى بالمجلس الشعبي الوطني، هذه الغرفة اللي هما وصفوها عدة مرات بأنها فاسدة وتسجيل، ولك يعني الناس تأخذ فلوس الجزائريين وخلاص، خذوا قرار وقولوا نحن ننسحب جماعيا، عندهم أعتقد 70 أو 80 عضو أو 100 عضو أو يزيد قليلا، ننسحب جماعيا، ستكون أمام الشعب الجزائري شيء كبير جدا يشوفوا باللي هؤلاء الناس انسحبوا من هذا المجلس، والعالم سيهتم ماذا يحدث في هذه البلاد، لماذا ينسحب هذه 7 أو 8 أحزاب اللي عندهم عناصر هناك ينسحبون من هذا البرلمان، هل هذا صحيح برلمان أم أنه غرفة تسجيل وكما وصفوا آخرين انتع غرفة حفافات، مع الاحترام للحفافات المحترمات. قرار ثاني الانسحاب من المجالس الولائية والبلدية، عندهم آلاف العناصر في المجالس الولائية والبلدية، أخرجوا من المجالس الولائية والبلدية وقولوا نحن لن نستمر، هذا فساد، هذا منكر، هذا إجرام، الجزائر تغرق، شوف سقطت شوية أمطار قبل يومين غرقت مدن بأكملها بما فيها العاصمة، وناس سقطت عليهم بيوتهم، وناس بايتين في الأمام الماء، وكل واحد رات البيدون، وناس ما قدرش يروحوا المدارس، وناس ما قدرش يروحوا العمل، أنتم راكم في هذه البلديات وهذه الولايات، معناها راكم مساهمين فيما يحدث. هم حجتهم، أنا مرة سألت هذا السؤال، نعم. أحد أعضاء البرلمان قال لا يغير الأمر في لا يغير هذا في الأمر شيئا، لأنهم سيستنجدون بأشخاص آخرين وبالتالي يشغلون هذه المناصب الشاغرة التي نتركها. لا يغير، وهنا أنا نرد على هذا بإجابتين، الأولى هو أنه أنت كحمس أو كحركة نهضة أو إصلاح أو حركة جبل الجديدة أو سفيان جلالي أو بن فليس أو هذه المعارضة الرسمية، لأن نحن نتكلم الآن عن المعارضة الرسمية، طبعا كاين هناك مقاومة وليست معارضة، تلك التي لا تعترف بهذه السلطة، لا تعترف بها ولا تطلب منها شيء، وعندما تخرج تخرج، وعندما تتظاهر تتظاهر وتنتقد في الأرض وكذا. احنا دائما في مرات يقولون انتم في الخارج، لا احنا حركة رشاد متواجدة في الداخل، وعناصر حركة رشاد يخرجون في الشوارع أكثر مما يخرج كل المعارضة الرسمية. الآن بدون الحديث على حركة رشاد، نحن نتحدث معكم انتم كمعارضة، انتقلوا من معارضة إلى مقاومة، قولوا نحن لن نعترف بهذه السلطة، هذا قرار أول، وعندما لا نعترف ننسحب، كما يقول لك يجيبوا آخرين، لما تنسحب حتى لما يجيبوا آخرين الشعب راه يشوف والناس راهي تشوف والعالم راه يراقب ماذا يحدث، وبالتالي يعرفوا أن هناك مشكل. لكن إذا أنتم استمريتوا بصراحة، خلينا نقولها بصراحة، إذا الناس استمرت تأخذ 40 مليون 50 مليون من هذا كأعضاء في البرلمان، وتأخذ مانيش عارف شحال من مليون كأعضاء في الناس الأخر، يقول لك كيفاش هو مش مستعد يضحي، فقط راه ينتقد في هذا النظام وفي هذا السلطة ويقول راه ديتنا للواد وغرقت الجزائر وسلطة خائنة، وكل هذا الكلام صحيح احنا متفقين معه، كيفاش أنا المواطن البسيط أو العادي كيفاش نسمع لك؟ ما نسمع لكش. الناس لن تستمع إذا لم ترى أقوال وأفعال، إذا لم تتطابق الأقوال والأفعال، ما تستطيعش أن تبقى أنت تقول أنا عندي الأنترنت والفضائيات، هذه يقولها واحد في الخارج مش قادر ينزل الجزائر، ممنوع من دخول البلاد مثلا، ما عليش ينشط على الفيسبوك وينشط على الفضائيات ولا تويتر وعلى اليوتيوب، لأن هذا هو المتاح ويحاول أن يصل برأيه، لكن اللي في الداخل كيفاش انت راك في الداخل؟ وبالعكس مش بركك في الداخل وحزب معترف بيك، معناها عندك قاعات وعندك مراكز وعندك مقرات وعندك منتخبين بين قوسين طبعا مزيفين، وعندك كل هذا، إذا ما قدرش تعمل شيء في هذا هناك عجز من طرفك. خلونا نشوفه أيضا من منظور، ما لازمش فقط ننظر خلاص احنا متفقين هذه عصابة ماهوش نظام حكم ماهيش سلطة، أثبتت عصابة بكل ما تعنيه العصابة، وأحيانا والله المافيا أشرف منهم، لكن أنت اللي راك تقول أنا معارضة لازم أيضا الناس توجه لك النقد الحقيقي، أو على الأقل تطلب منك تفسيرات واستفسارات. هذا الرد أنت عنه يجيبوا آخرين هذا لا معنى له، لا قيمة له، الناس تضحي، الناس تضحي، يا أخي ضحي بصالير، ما تقلش ضحي بصالير، فيه ناس ضحات بأشياء أهم بكثير، ناس ضحات بأهم بكثير وما زال ناس ضحي، يعني لماذا أنت ما تضحيش؟ أنت راك تقول أنت راك تعترف باللي
الانتخابات مزيفة. هما كون جيت تروح لهم يقول لك الانتخابات لماذا مزيفة؟ اللي قبلها مزيف، يقولوا باللي كل الانتخابات منهم كان اللي قالوا كل الانتخابات اللي بعد 92 مزيف. طيب ما دام شهدتوا على هذا لماذا تشاركوا التزييف والتزوير؟ لما دام شهدتوا باللي الاموال راهي تهرب تاع الجزائريين، راهي اليوم شوف في هذا الوقت اللي نتكلم فيك راهي لا تقل تهريب عشرات الملايين من الدولارات يوميا من الجزائر. راهو بادله نتكلموا ماهوش بكلام، راهو فقط البرنامج ما يسمحش باش نتكلموا على هذه النقطه بالذات. راهي اموال تهرب بلا حدود، راهو في هذا الوقت قوه كبرى راهي تخطط لنهب مزيد ولتثبيت هذا النظام. تعرف واش قال الامين العام لوزاره الدفاع الاسبانيه قبل يومين؟ للاسف ما سمعناش عليه حديث، نتمنى ان المغاربه يتكلم عليه. قال بصريح العباره الوضع في الجزائر يتجه الى مزيد من عدم الاستقرار، علينا، يتحدث للإسبان والأوروبيين، أن نكون حذرين بأنه إذا حدث أي شيء في الجزائر علينا أن نتدخل لحماية الجزائر، وما طبعا حماية النظام الجزائري، لأن سقوط الجزائر يعني سقوط النظام الجزائري سيسقط شمال إفريقيا برمته. هذا الأمين العام لوزارة الدفاع الإسبانية يقول هذا الكلام. ليس هناك في هذا صاحب مهمات القذرة، صاحب كلمة جوا كلبك جواك، لم يقل كلمة واحدة. هذا تدخل علني، هذا تدخل باسم السيادة، تدخل في شؤون الجزائر. لكن في الحقيقة هؤلاء مرتاحين لهذه الخطابات اللي تأتيهم من الغرب والشرق. هذا عسكري إسباني، أنا دائما نحب نسمع للعسكريين الغربيين، لأن في الغالب العسكريين الغربيين يقولون ما همش كما السياسيين الغربيين يعني متحلفين في قضية الخطاب وكيفاش ينمقوه وكيفاش يزوقوه وكيفاش، لكن العسكريين الغربيين مرات يقولوا الكلام بوضوح. هذا قال بوضوح أن على أوروبا على الغرب عموما أن يتدخل في حالة ما إذا كان النظام الجزائري يتجه إلى السقوط. لأنهم لماذا؟ وهذا مصادر أخرى من وزارات خارجية غربية الآن تتحدث عن كثير من الوزارات الخارجية الغربية الآن فيها نوع من حالة الطوارئ نتيجة لأنهم يروا أن النظام الجزائري يتجه إلى السقوط. لماذا يتجه إلى السقوط؟ راهو إسقاط توفيق، النظام ضرب توفيق وكأنه واحد قطع رجله، راه فقد التوازن. اليوم النظام الجزائري راه يعيش حالة فقدان التوازن بعد رحيل توفيق. توفيق كان يخدم السلطة ويخدم النظام بقوة، لكن هم في إطار الصراع اضطروا لبتر ساقهم، لبتر توفيق، وببتر الساق هذا فإن النظام يتجه إلى مزيد من عدم الاستقرار، وهذا اللي عبر عليه هذا العسكري الإسباني. نعم، الآن مشاهدينا الكرام ورحب بالانضمام الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الجزائر. شيخ علي، ما رأيك في هذه التصريحات؟ أكيد لم تفاجئك هذه التصريحات ربما، لكن الحدة الآن، نتكلم عن الحدة هذه المرة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولضيوفك الكرام وللأخ العربي ولسائر النظارة. عليكم السلام ورحمة الله. شيء من معدنه لا يستغرب، بمعنى أنه ينبغي علينا لا ننخدع ولا نشاق وراء تصريحات ويحيى. فالناس كلهم يعرفون من هو ويحيى، وهو في الساحة السياسية لا يمثل شيئا، يكفي أنه في الانتخابات الأخيرة لم يحصل حزبه مع التضخيم والتزوير إلا على نصف مليون من 21 مليون. فلذلك علينا لا نقف وقفة طويلة عند هذه التصريحات. هذه في الحقيقة صيحة في واد ونفخة في رماد، ولا يمكن لنا أن نعلق على ما قال وما جاء في ندوته، لأنه لا يمثل شيئا، وإذا كان يمثل شيئا فإننا ندعوه إلى أن تكون هنالك مسيرة يسمح لنا بتنظيم مسيرة، ويسمح له هو أيضا بتنظيم مسيرة موازية في العاصمة لنرى الأمر على حقيقته. لكن أبرز الملاحظين الشيخ علي قالوا أنه هذه معالم طريق جديد، معالم مرحلة جديدة تدخلها الجزائر مليئة بالألغام والأشواك. معنى ذلك الجميع يجب أن يبتعد عن هذه التصريحات حتى لا يكون تحت طائلة القانون. هذا الذي صرح به وزير العدل وأيضا أحمد ويحيى وغيره. على كل حال الآن
أحزاب الموالاة في هستيريا، وهم مجرد أبواق أكثر ولا أقل. يقولون ما يقال لهم في الخفاء. فالسياسة كما لا يخفى عليكم، خاصة السياسة التي لا تنضبط بضوابط الشرع والأخلاق، يعني باطنها أشر من ظاهرها. فإذا كان هذا الذي يبدو على ألسنتهم يعني شرا، فما يخطط للشعب الجزائري هو أشر مما ينتظرون. هؤلاء في هستيريا، غلق القنوات الفضائية وتكميم الأفواه وضرب المتظاهرين، واليوم يحتفلون ب 17 أكتوبر للعجب، بالعجب العجاب، يعني يتنكرون على فرنسا أنها تعذب الذين خرجوا في مسيرة سلمية، ولكن هي تضرب بالعصي في قوارع الطريق والسب والكلام النابي. فلذلك هم في هستيريا وليس لهم مشروع، وهم في حيصة بيس ويعرفون بأن القادم سيكون أسوأ. ولذلك نحن ننادي نداء العقلاء أن يكون هنالك المبادرة إلى مؤتمر جامع. هذا المؤتمر الجامع يلتقي فيه الجميع ليضعوا قواسم مشتركة تنقذ البلاد والعباد. هذا الذي نحن نراه. أما هذا الكلام الأفضل عدم الرد عليه، عدم الرد عليه. ولكن ما دعوت إليه شيخ علي الآن؟ قد رد عليه البارحة أحمد يحيى، قال أن المعارضة هذه فقط تسفه أحلام الجزائريين وتنذر الجزائر بأخطار محدقة مثل ما هو الآن موجود في اليمن وسوريا وليبيا، وعلى الجزائريين أن يمدوا أيديهم للسلطة، ومن أراد التغيير فلينتظر الانتخابات المقبلة. أما أنه ندخل في مغامرات هكذا سماها، فهذا لن يعود بالنفع على الجزائريين. أول التغيير آتي لا ريب فيه، التغيير الحقيقي الجذري آتي لا ريب فيه، ليس فقط في الجزائر بل في العالم العربي بل في العالم بأكمله. الآن العالم يشهد تطورات أكبر يعني في الحقيقة، وينبغي علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا. وكما قال ذلك الشاعر، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هؤلاء ليس لهم تواجد سياسي، لا يمثلون الشعب الجزائري، ليس لهم قواعد لا في الشارع. نعم لهم تواجد إعلامي من قنوات تنفخ فيهم وصحافة أيضا تسبح بعمدهم، وهي الآن الصحافة في حالة اضطراب وقلق، وحتى أن بعض الصحافة الآن بدأت ترجع القهقرة بعد الضربات التي أتت على القناة وعلى الصحافة وعلى السجون التي طالت بعض الجنرالات وبعض القادة. فبعض الصحابة الآن يتوجه سخيفة، والمؤمن ينبغي عليه أن لا يكون هكذا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه شهده أو سمعه. ولذلك يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما سمع هذا الحديث، قال فحملني ذلك على أنني ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت. لا ينبغي علينا أن لا نخاف، هذا هو الواجب، ينبغي أن نصمد وأن نثبت. والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وينبغي أن ينتقل الناس إلى الشارع، وأقول بالضبط في العاصمة. طيب وكأنه يعنيك أنت شيخ علي لما قال كل واحد يشد سابعه، هكذا باللسان الدارج العاصمي، كل واحد يشد سابعه، ربما يقصدك أنت أيضا شيخ علي، يجب أن تشد سابعك هكذا نعربوها. اكتفي بهذه الخطب في المسجد بعد صلاة الجمعة أو بعد أي صلاة من اليوم فصاعدا، ما فيش وقفات، ما فيش مسيرات، ما فيش أي كلام يطال رئاسة الجمهورية ولا قيادة الأركان. شيخ علي؟ نعم.
ما رايك شيخ علي؟ كانه يعنيك انت ايضا، يعني هذا الكلام هو لم يحدد لموجه لمن، هو تكلم عن السياسيين، عن الاعلاميين، عن الحقوقيين، عن النقابيين، كل هؤلاء قال كل واحد يشد سابعه. يعني على كل حال نحن لا نشد سابعنا بل نطلقه، ونكرر ما قال الشاعر: واشدد يديك بحبل الله معتصما، فانه الركن اذا خانتك اركانه. نحن لا يخيفنا لا يحيى ولا غيره، نحن ماضون في طريقنا الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. طيب شيخ علي، انا اشكرك جزيلا. شكرا شيخ علي بن هاج، نائب رئيس الجبهه الاسلاميه للانقاذ، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. اعود لك محمد العربي، تعليقا على ما كنت تقول بان هؤلاء المعارضين رجل هنا ورجل هناك، هناك من قال ان المقاطعه لم تفيد لما قطعنا الانتخابات السابقه، انتخابات تشريعيه، انتخابات الرئاسيه، خال الجو لبوتفليقه وآل بوتفليقه ومن مع بوتفليقه، وبالتالي فازوا في هذه الانتخابات وشغلوا هذه المناصب في مجلس الامه، البرلمان، المجالس البلديه، المجالس الولائيه وغيرها. تذكر في هذه، ذكرتني بقضية رجل هنا ورجل هناك. في مرة كان القرضاوي، الشيخ القرضاوي، كان الشيخ نحناح رحمه الله بالتليفون، وكان الشيخ القرضاوي في أعتقد في برنامج في الجزيرة، فقال له يا شيخ نحناح، يا شيخ محفوظ، عليكم أن تتوقفوا أن تكون رجل هنا ورجل هناك. رحم الله الرجل وأطال في عمر الرجل الآخر الفاضل. يعني هو المشكلة هي هذا، أحيانا هو تقييم خاطئ، تقييم خاطئ للحظة. ماذا جنى الشيخ نحناح رحمه الله من مشاركته في 95 إلا مباركة؟ طبعا لا أنتقد الرجل، رجل الآن في ذمة الله، لكن أتحدث على خطاب مجهى في هذا الحزب أو هذه الحركة. مضى في أعطائهم تبرير لقيام انتخابات، وظهرت وكان انتخابات شاركت معهم أيضا الـRCD آنذاك، وكان انتخابات حرة و إلى آخره. ثم في سنة 99 خرجوا الشيخ نحناح، ماشي رفضوه أنه يشارك، خرجوه خاين. قالوا أنك لا تشارك. لماذا لا نشارك؟ قال لأنك أنت من مواليد قبل مواليد 41 أو 42 وما عندكش بطاقة مجاهد، وبما أنك ما عندكش بطاقة مجاهد، اللي ما كانش مجاهد كان حركي وكان خاين. حتى يقال، يقولون الكثيرين، أنه أصيب، أن إصابته بالسرطان اللي جات فيما بعد كانت بتلك الصدمة، لأنه كان يشعر، وهو كان يقولها، أنه قدم خدمة كبيرة جدا للنظام الجزائري. ومرة في حوار معي أنا في جدال قال: نحن نقدم دبلوماسية للنظام الجزائري الفاشل، لأنه فشل لأنك أنت انشقيت عليه. بهذا الخطاب. أنا مرة أخرى طبعا أحمل كل الود للشيخ نحناح، مات الآن، ولو أنه مش معانا أستاذ محمد. نعم، لا لا، أنا نتحدث على هذا الخطاب، هذا الخطاب كملاحظة فقط. الذين هم يشغلون المناصب الآن في البرلمان وفي مكاتب حمص يقولوا أنه أخذنا العبرة من هذه الأخطاء، وليس هنالك من لا يخطأ، اجتهدوا ولهم تعرف عشر، ولذلك هم أعادوا تقييم هذه المرحلة. نتمنى أن يقولوها علنا، ربما يقولونها لكم. نعم. في غرف مغلقة، هذا لا تهم الناس، ما يهم الناس هو اعتذار علني. طبعا هذا مش حديثنا الآن، لكن فقط بما أنك ذكرت هذا، ما يهم الناس في هذه القضايا التاريخية هو اعتذار علني عن خطيئة رحم الله الدبابة للتحمل الديمقراطية، ليكون ذلك واضح. الآن نرجع لقضية أنه إذا ما مشيناش في الانتخابات، ما مشيناش في هذه المجالس المزورة، يخلو الجو لبوتفليقة ولأصحاب بوتفليقة. ليس صحيح، ليس صحيح. أولا بوتفليقة اللي رانا نتكلموا عليه، هذا بنص الدستور المفروض راه طرد من السلطة. المادة 88 لا زالت تقول أنه في حالة مرض الرئيس، في حالة العجز، فنحن ندعوهم ولهذا ويحيى ولمن هو مع نحيا أن يثبت لنا أنه ليس عاجز، بل هو بالعكس في كلامه زاد أكد ما كان قاله سلل قبل، قال الرئيس مريض. الرئيس ليس مريض، الرئيس منتهي، شبه يحتذر، ونحن نتحداهم أن يخاطب الشعب الجزائري بأربع كلمات، يقول له السلام عليكم ورحمة الله، يخرج ويقول للشعب الجزائري السلام عليكم ورحمة الله. النقطة الثانية، لو كان كل واحد يقول هذا الكلام من أني أنا إذا مشيت نترك الآخر، الناس كلها، ما كاين ناس ترى مرات اللصوص، لص يسرق، يقول لك أنا هو كان معاه مشاركه في السرقة، يقول لك أنا كان الروح أنا يبقى له الفلوس وحده، هو يديها وحده، هذا لص. راك أنت تقول الانتخابات مزيف، راه ما فيش أخطر من جريمة في حق الشعب مثل تزييف إرادة الشعب، مثل تزييف انتخابات، ما فيش أجرم منها. هذا ويحيى يعترف بأنه قبل سنتين وثلاثة قال نعم زورنا انتخابات 97، كان ذلك خدمة للجزائر، مصلحة الجزائر. هو يرى أن
تزوير الانتخابات هو في خدمة الجزائر ومصالح الجزائر. هذو الناس هذا هو تفكيرهم، أنتم ما تبطوش معهم باش تخلقوا ديناميكية جديدة، باش تعطوا انطباعات جديدة للشعب الجزائري. لازم تأخذوا هذا القرار في لقائكم القادم، تتحولوا من معارضة مدجنة تطلب من عند آخر شيء رئيس دائرة أو والي أو ولاية أن يعطيها السماء باش يخرج يدير 10 خطوات ولا باش يخرج في مظاهرة، إلى على الأقل الانسحاب. مادامكم تخافوا نقولوا ما رحش للشارع، انسحبوا من المجالس المزورة والمزيفة، لا تشاركوا في هذا، لأن التاريخ لا يرحم والشعب الجزائري لا يرحم، وشهادة أمام الله هذا فيه تزوير، وأنتم كثير منكم يدعي تدين ويدعي تقوى فلا يساهم في هذه الجرائم التي ترتكب في حق الجزائر. الجزائر تغرق بأتم ما تعنيه الكلمة، ليس مجازا، ونحن نذهب إلى واقع مزري ومزري جدا إذا لم تحدث في لحظة معينة هبة حقيقية لإيقاف هؤلاء السفهاء. الله سبحانه وتعالى يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم فما بالنا تركنا لهم وطن بما فيه. نختم بسؤال التالي، السيناريو الذي ترجحه بعد هذه التصريحات، بعد إقالة الجنرال محمد مهدي المدعو توفيق، وبعد هذه التغييرات التي طالت جهاز المخابرات، شيئا فشيئا وصلنا إلى هذه التصريحات الخطيرة ولم تترك قطعا إلا وشملته، كيف ترى السيناريو المقبل؟ مزيد من التدجين، مزيد من التخويف. الآن يخوفوك بداعش، وكما يخوفوكش بداعش يخوفوك الآن وش قال لك هيبة الدولة. رجعنا نفس الخطاب كنت على منتصف التسعينات، يعني ذكرنا فيه، رجعنا 20 سنة الوراء نتاع هيبة الدولة. وش معنى هيبة الدولة؟ هيبة الدولة أنك إذا لم تسبح بحمد النظام، إذا لم تسبح كما تفعل قناة الانهيار وقنوات أخرى، إذا لم تسبح بحمده هو بحمد قايد صالح وتشكر قايد صالح وتدخل للصف بمجرد، وش معنى شد سابعك؟ هل هذا خطاب انت إنسان يعني فيه هل مستوى؟ معناها بما أنك إذا لم تخضع، إذا لم تذل أمامنا. أنا كنت قبل يومين نقرأ لجنرال فرنساوي في مذكرته وقال له عليهم أن يتذللوا أمامنا، جنرال فرنسي، عليهم أن يتذللوا أمامنا كالكلب. هذا هو اللي طبق فيه النظام الجزائري اليوم، وهذا هو اللي عبر عليه ويحيى، على الجزائريين بكل ما فيهم أن يتذللوا أمام هذا النظام، لا أقول هذه الكلمة في وقع الأمر، ولكن عليهم يتذللوا أمام هذا النظام وإلا يتم التدجيل. طبعا أصحاب البقارة وأصحاب الشكارة يخافون، كثير من القنوات الآن تشوفها تدخل الصف، كثير من الجرائد تشوفها تدخل الصف، تصبح تسبح بحمد، يصبح الرمز والهمز من بعيد فقط لعلهم يمروا كلمة هناك، لكن الأحرار لن يتوقفوا أمام هؤلاء، وإنما خطابهم دائما نحن قوم ننتصر أو نموت. محمد العربي زوتوت، عضو أمانة حركة رشاد، جزيل الشكر لك أستاذ، والشكر موصول لباقي ضيوفنا الكرام الذين أثروا النقاش في ملف هذه التصريحات، تصريحات أحمد ويحيى البارحة، وأخص بالذكر هشام عبود، عبد الوكيل بلام، نصر الدين قاسم، سفيان جلالي، شيخ علي بن حاج، سليم صالحي، وناصر حمددوش. شكرا لكم.